بسم الله الرحمن الرحيم. برحب مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. النهاردة عندنا موضوعات مهمة جدا، وكمان هنتكلم ونتطمن على فريق كرة القدم واستعدادات المهمة جدا لمباراة الترجي. زي ما قلت امبارح، كل حلقاتنا لا صوت يعلو فوق صوت مباراة الترجي. مباراة مهمة جدا، النادي الأهلي بيستعد بكل قوة. كان في تدريب النهاردة الساعة 5، في حالة من التركيز الكبيرة جدا، وبكرة هيبقى في تدريب في نفس الميعاد، وبعدها الفريق هينتقل لمعسكر في برج العرب. خلونا في البداية نطمن على فريق الكورة ونشوف ايه اللي حصل النهاردة ونوعية التدريب وكل حاجة تخص الفريق مع زميلي محمد عراقي من اليوم السابع. محمد برحب بيك. اهلا بيك يا كابتن شادي، واهلا بكل مشاهدي حضراتكم الكرام. محمد، كنت في تدريب النهاردة، نقل لنا ايه نوعية التدريب، الحالة الفنية للاعبين واستعدادات الفريق بالكامل كانت فيها ايه النهاردة؟ طبعا هو يعني كان في حاله كبيره جدا من التركيز من لعيبه الاهلي والجهاز الفني قبل ماتش الترجي. في اهتمام كبير، في تركيز كبير، في اصرار على تحقيق نتيجه ايجابيه قبل ماتش العوده، تحقيق نتيجه ايجابيه في ماتش الذهاب قبل ماتش العوده في تونس. كابتن حسام عمل محاضره مع اللعيبه اتكلم فيها عن اهميه الفوز على الترجي بفوز مريح يساعد اللعيبه قبل ماتش العوده، وان الهدف للفريق الفتره الجايه هو الفوز بدوري الابطال، وبالتالي العوده مره اخرى لكاس العالم للانديه، خصوصا ان الاهلي بقى له فتره يعني ما خدش البطوله وما صعدش مره اخرى، ما صعدش كاس العالم للانديه. ابتدى الكلام بمحاضره كانت طويله النهارده، وبعد كده ابتدى الموضوع بشكل بدني كبير. كان في اهتمام بالجزء البدني، قعد برده فتره طويله جدا في اهتمام بالجزء البدني. برده كابتن حسام حاول النهارده ان هو يبعد اللعيبه الغير مقيدين افريقيا واللعيبه الشباب عن اللعيبه اللي هي المفروض هتلعب مقيده افريقيا، عشان يبقى في برده حاله من التركيز، في اهتمام اكتر باللعيبه اللي هي المفروض مقيده افريقيا واللي هتلعب المباراه. يعني اللعيبه اللي غير مقيدين تم يبعدهم ان هم يضربوا بشكل منفرد مع انيس الشعلاوي بخط اكتمال الفريق. اللعيبه طبعا اللي هم المقيدين افريقيا عملوا تمرينه مطوله النهارده، وكان في تقسيمه شارك فيها اللعيبه كلها. التقسيمه طبعا يعني اظهرت بشكل كبير جدا من فكر كابتن حسام في المباراه، من الطريقه اللي هيلعب بيها والتشكيل اللي هيلعب بيه. طبعا يعني وليد سليمان اسهمه تراجعت بشكل كبير في لعب المباراه، عنده اصابه في الركبه النهارده، حتى هو ما شاركش بشكل جماعي، كان مشارك بشكل يعني مع اللعيبه اللي هم اللي غير مقيدين، وبان عليه في مباراه الجيش في بدايه الدوري. الامانه هو خد كلمه في ماتش الجيش، خد كلمه في ماتش الجيش على النهارده، دكتور خالد محمود اكد ده، قال ان هو خد كلمه جديده في ماتش الجيش مأثره عليه لحد دلوقتي، واضح ان هو يعني لما قدرش يتعافى من المباراه، فخلص كابتن حسام تقريبا استبعده من حساباته واستقر على التشكيل بشكل كبير النهارده. يعني طبعا النهارده كان في التمرين ان هو يعتمد على شكل كامل في حراس المرمى، هيبقى قدامه سعد سمير ورامي ربيعه واحمد فتحي في اليمين، وعلي معلول هيرجع خلاص، هو برده بقى تعافى بشكل كبير من مشكله الظافر اللي كانت عنده، هيلعب برده اساسي في مركز الباك الشمال، هيلعب عمرو السوليه، هيلعب حسام عاشور، كابتن حسام النهارده كان بيلعب اجاي مركز الجناح، ما كانش بيلعب فيرود النهارده، كان بيلعب في مركز الجناح، خصوصا ان برضه مؤمن زكريا يعني مش جاهز جاهزيه كبيره، فهيلعب بشكل كبير جدا، هيلعب اجاي في الجناح، وهيلعب الناحيه الثانيه احمد الشيخ وعبد الله السعيد في مركز صانع الالعاب، وقدامهم وليد ازارو مهاجم وحيد. ده النهارده اللي كابتن حسام كان مركز عليه، ودي التشكيله الاساسيه اللي هو كان مركز عليها، واعتقد ان هي 99% دي التشكيله الاساسيه في ماتش الترجي. طبعا كان في برضه اهتمام بكل فنيات الضربات الركنيه، اهتمام بجزء اكبر بالضربات الركنيه، وان هو يبقى فيه استغلال امثل للكرات الثابته والكرات، خصوصا ان هو يعني دي برضه تعتبر نقطه من نقاط قوه الترجي، فبرضه كابتن حسام كان حابب ان هو يعني يبقى ازاي يبقى فيه برضه جزء دفاعي، ازاي نواجه الضربات الثابته وازاي نواجه الضربات الركنيه بشكل ان احنا نقدر ندافع بشكل كويس فيها، وفي نفس الوقت برضه ان هي تبقى نقطه من نقاط القوه على مستوى الهجوم. فبرضه كان في اهتمام بجزء الضربات الثابته، كان في برضه يعني برضه جمل تكتيكيه كابتن حسام النهارده كان مركز عليها. طبعا كان تم بكره المفروض طبعا في تمرين وفي دخول معسكر بعد كده. طبعا برضه الترجي الناحيه الثانيه، الترجي فيه اهتمام كبير وتركيز، رئيس النادي هو اللي هيجي رئيس البعثه معاهم ان شاء الله، هم هيوصلوا بكره الصبح، هيتدربوا مرتين، المره الاولى هتبقى بكره بالليل على الملعب الفرعي برج العرب، ويوم الجمعه على الملعب الرئيسي. حضرتك بتقول لي رئيس البعثه رئيس النادي للترجي؟ عندي مؤدب. تمام. المؤدب هو رئيس بعثة الترجي، فواضح ده بيعكس الاهتمام الكبير من جانب الترجي بالمباراة، وان هو في تصريحات اللعيبة بتوعه النهارده وتصريحات المدير الفني بتاعهم ان هو الاهلي هو المنافس الكبير ليهم،
وهو نفس الاهم ليهم في البطوله، وده نفس تصريح تقريبا برضو اللي كابتن حسام قاله امبارح ان هو شايف ان الترجي هو اقوى فريق في افريقيا هو والاهلي، وان هو الماتش ده يعتبر نهائي مبكر بين فرقتين كبار هم اقوى فرقتين في افريقيا دلوقتي. استاذ احمد، يبقى انت كده محمد، انا اسف، اللي انا عايز اعرفه منك يبقى نكرر مره ثانيه: وليد سليمان مؤمن لسه مش جاهز، علي معلول تعافى من الاصابه، مفيش اي اصابات تاني غير كده مروان محسن. هو مروان محسن ووليد سليمان هم دول المصابين، حتى مؤمن هيبقى جاهز، يعني جاهز، بس هو كابتن حسام بيفكر ان هو يلعب اجاي في مركزه الاساسي. اجاي اساسا زي ما كابتن زي ما انت عارف يا كابتن، اجاي اساسا هو جناح السيرفر. هو دلوقتي وليد ازارو طبعا متاح بعد ما تم قيده افريقيا، فخلاص ازارو هيلعب في مركز المهاجم الصريح، وهيتم استغلال اجاي في مركز الجناح، وبرده اشتغل كويس قوي في المركز دوت برده. حسام عبد الله السعيد واحمد الشيخ طبعا برده ظهر بشكل كويس، وظهر في ماتش الجيش بشكل كويس، وقدر ان هو يجيب جول، فاعتقد ان هو هيبقى هو اللعيب الاساسي في مركز الجناح، خصوصا بعد اصابه وليد سليمان. تمام، استاذ محمد، عايز اسالك على حاجه فنيه شويه، بعيد بقى عن التشكيل، وتخص اللي انت بتبقى موجود دايما متواجد مع الفرقه عشان نطمن جماهير النادي الاهلي. دايما وانت بتحضر في التمرين بتقدر تقيم من كتر ما تقعد سنه واثنين وثلاثه بتغطي النادي الاهلي، بيقول لك وشوش اللاعبين، حاله التركيز، المعنويات، انقلها لنا بصراحه. لا، هو طبعا لعيبه الاهلي يعني من وجهه نظري انا لعيبه الاهلي خلاص، يعني فكره ان هو يبقى في مثلا قلق او خوف من اي مباراه مهما تكون قويه، اعتقد الموضوع ده مش موجود، يعني خلاص الاهلي فرقه كبيره، ولعيبه الاهلي حاسه ان هي فرقه كبيره، وحاسه ان هم يعني افضل لعيبه في افريقيا، بس ده طبعا ما يمنعش ان في اهتمام كبير جدا جدا بالمباراه، وان كل اللعيبه عارفه ان انت بتلعب فريق هو يعتبر يعني المنافس الليجي الاكبر في افريقيا، هو المنافس الاكبر، ما حدش يقدر ينكر ده. الترجي التونسي هو المنافس الاكبر للاهلي في افريقيا، فكل اللعيبه عارفه كده، والترجي بطل العرب وبطل البطوله العربيه الاخيره اللي اتلعبت في مصر، وده برضه بيديله افضليه كبيره، افضليه حتى افضليه نفسيه، ان هو قدر يتعود على الملعب وقدر يتعود على اجواء الخط. فلعيبه الاهلي عارفه ده كويس جدا، وعارفه ان المباراه صعبه والمباراه مش سهله، خصوصا ان مباراه الذهاب لما بتبقى في القاهره بتبقى المقبوليه اصعب شويه من انت تلعب ماتش الذهاب بره وبعد كده ترجع العوده في القاهره، فبيبقى عندك فرصه للتعويض. بس فكره انت تلعب ماتش الذهاب في الاول على ملعبك ده بيضع عليك ضغوط شويه، بس اعتقد ان لعيبه الاهلي عندهم من الخبرات ما يكفي ان هو يخليهم يبقوا عارفين هدفهم ايه من المباراه، ان هم يقدروا يحققوا فوز مريح يقدر يعني يساعدهم في ماتش العوده قبل ماتش العوده اللي هي طبعا هتبقى مباراه صعبه جدا في تونس. اعتقد ان يعني اللعيبه عندهم ثقه مرتبطه بالحرص والقلق من المباراه، طبيعي قلق مشروع، يعني قلق طبيعي مشروع مباراه قويه. استاذ محمد، حابب تضيف اي حاجه ثانيه؟ لا، يعني طبعا بتمنى طبعا التوفيق للنادي الاهلي في ماتش الترجي، مباراه قويه ومباراه مهمه جدا، وتعتبر يعني ان شاء الله لو الاهلي قدر ان هو يجتاز الترجي هيبقى ليه فرصه كبيره جدا في الفوز بدوري الابطال السنه دي والعوده مره اخرى لكاس العالم للانديه. استاذ محمد عراقي، الناقد الرياضي باليوم السابع، بشكرك شكرا جزيلا، وكمان المجهود المبذول، وانت ما خليني اقول شهاده حق، واحد من الشخصيات المحترمه جدا وبتجتهد عشان تقول المعلومه، بشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد. زي ما قلت لحضراتكم، الاهم بالنسبه لنا بتبقى حاله التركيز، وتعلمنا كده سهل جدا اقول لك لا انا اقوى واحنا افضل واحنا الافضل في افريقيا واحنا اسمنا اكبر، الكلام ده غلط. التصريحات اللي بيبقى فيها انضباط وتحترم الخصم بيبقى فيها التزام اكتر داخل الملعب، بيبقى فيها تركيز، وازاي المدرب كمان، تصريحات الكابتن حسام عجباني جدا، كلها احترام لفريق الترجي، فدي بالطبع هتلاقي حاله التركيز هتبقى عاليه جدا مع اللاعبين. عايز كمان اتكلم في بعض الامور، لان جالي اتصالات كتير جدا النهارده بخصوص تذاكر المباراه. اتكلمنا النادي الاهلي، حتى دي النادي الاهلي ما سلمش منها، هي تخص السيستم اللي معمول. هو النادي الاهلي دايما بيسابق الجميع في ايه؟ اللي انت بتاخد خطوه، احنا عارفين اللي ما فيش جماهير للبعض اللي عمال بيتكلم، ومش عارف دايما صوت المعارضه تلاقيه عالي او صوت المزايده تلاقيه عالي، في وسط بحر هو موافق، فبيقتنع اللي هو صوته العالي ده هو اللي بيسيطر على الناس كلها. من هنا عايز اتكلم على جزئيه مهمه جدا، النادي الاهلي ليه سابق؟ النادي الاهلي بيعمل سيستم عشان لما يتقال عوده جماهير يبقى هو اللي جاهز. هتلاقي بقى ده بيشتم في ده، واللي بيقول على جمهوره مش عارف ده ارهابي، وده اللي بيشتم الشرطه، وده اللي بيشتم المؤسسه العسكريه، وتسمعوا الكلام الفاضي اللي بيتقال ده. لكن اللي انا عايز اتكلم فيه، النادي الاهلي بيسبق الجميع عشان لما تيجي تقول عوده جماهير يبقى انت النادي المنظم.
لكن تطلع تلاقي المزايدات ايه ده، هو عاملين السيستم ليه وعاملين بيعملوا كده ليه؟ يعني ايه بيعملوا كده ليه؟ هو انتوا كمان حتى النظام مش عايزين نظام؟ فبقت الامور غريبه، فعشان كده مكملين في طريقنا اللي احنا بنتكلم فيه. حصل بعض المشاكل المهمه جدا اتكلم مع حضراتكم فيها تخص التذاكر، بمعنى في ناس هي بالطبع عندها بتحب تاخد تعمل فلوس بدون وجه حق، ومش عايز اقول لفظ مش كويس، ولكن التذاكر معروفه ب 50 جنيه وبتتوزع كده والناس بتاخدها بالثمن ده، ومفيش حد ازيد من كده ما تدفعش فيها. ففي البعض بيجمع ويبيعها باغلى ب 85 وبتاع. ففي ناس ما عندهاش ضمير، في ناس دايما بتعمل اموال بدون وجه حق وتعمل فلوس على حساب اللي هو بيحب النادي الاهلي. خلوني اعرف التفاصيل اكتر ونشرح بعض المكالمات اللي جات لنا كتير جدا، وما ينفعش نبقى بعيد دايما عن جماهير النادي الاهلي، ونتاكد وايه اللي حصل داخل النادي الاهلي، عندهم المعلومه ولا لا، مع المدير التنفيذي للنادي الاهلي اللواء شيرين شمس. يا سياده اللواء برحب بحضرتك. ازاي حضرتك يا فندم؟ ازاي حضرتك؟ جات لك المعلومه اللي في ناس عامله تذكره ب 85 وب 90 جنيه وبيقول لك بكره كمان معلومه طبعا، وانا يعني جيت مسؤولين مديرين الشركه النهارده الصبح ما استنيتش يعني، عشان ولو اني متاكد طبعا انه السيستم ماشي صح، لكن برضو اي حاجه تسمعها ما ينفعش ان انت تقفلها حتى لو مش مظبوط. تمام. انا قلت لهم اذا ثبت ليا او ظهر في اي وقت في اي ثانيه ان فيها حاجه خاصه من مراكز التوزيع، انا فورا هرجع العقد واجيب شركه ثانيه. قالوا لا، وكلموا الناس الحقيقه من عندي المكتب، الناس بتوعهم مراكز التوزيع، والناس ملتزمه جدا. لكن بص يا حضرتك ايه، احنا قلنا طرحنا الاول بس عشان الناس تبقى فاهمه، اتفضل، قلنا البطاقه والتذكره عاملينها مكفره لحاملي البطاقات المرحله الاولى دلوقتي، عشان بعد كده ما حدش هياخد تذكره من غير بطاقه، من غير ما يكون معاه بطاقه، حتى لو مش هياخد العدد كله. تمام، نحط نظام بقى ونمشي عليه. لكن الماتش ده احنا ابتديناه كتجربه، فالعدد اللي كان فاضل احنا قلنا التذكره هتبقى ب 50، لان احنا ادينا اولويه للراجل اللي حامل البطاقه، ما ينفعش يبقى ده زي ده. تمام، لازم يبقى له اولويه، الراجل دخل واشترك واخد البطاقه ودفع فلوسها وبتاع، فلازم يبقى له اولويه حتى في المرحله دي. الناس بقى حضرتك بتعمل ايه؟ بعض الناس بيسجل، لانه حتى هو ما بياخدش التذكره اللي هي ال 50 الا لما بيسجل اسمه ويحط صوره بطاقته. تمام، فيروحوا ثلاثه اربعه يحطوا اساميهم ياخدوا التذكره يدوها لفلان الفلاني، بياخدوها ب 50 بيديها له 60 هو يبيعها ب 80. جشع، ده بقى حاجه برضه جشع. انا ما اقدرش دي بقى كمان امشي وراها طبعا، يعني ما اقدرش النادي الاهلي يمشي وراها راجل زي ما حضرتك قلت ما عندوش ضمير، ده موضوع تاني. لكن الفكره عشان نقضي على ده، ان الناس التذاكر موجوده، انت رحت تشتريها ب 80 ليه وهي متوفره ب 50؟ ما تستسهلش وما تشجعش الناس على السوق السوداء اللي احنا اساس البطاقه الهدف الاول فيها القضاء على السوق السوداء، بغض النظر طبعا ان احنا بنواكب العالم الخارجي، بنواكب التطور، بنعمل حاجه تبقى يعني محسوبه بعد كده. لكن الاساس في الموضوع ان بسهل على اعضائي على جمهوري، وفي نفس الوقت بمنع عنهم السوق السوداء والناس اللي بتاخد التذاكر تحدثها. كانوا الاول كان في ناس بتاخد بال 1000 تذكره، 1000 تذكره وتحت ايده بقى 50 70 80، وكل ما تبتدي تقل يعلي البتاع. ده كلام محترم، ده كلام محترم. ما تاخدش التذكره ب 50 وما تقبلش حتى لو ما رحتش الماتش، هتلاقي التذاكر هو اشتراها قعدت معاه خسرها هيبطل يعمل كده. انا معاك 100%، بس للاسف جمهور النادي الاهلي عاشق لفرقته، فاول ما بيتقال تذاكر، انا عارف النادي النهارده كمان كميه تليفونات والجميع عايز تذاكر، وانا بعيد عن الناس اللي هي بتزايد. حاجه يحترم اللي النادي الاهلي بيفكر قبل الجميع يا سياده اللواء، واللي انت يبقى فيه النظام بتاع التذاكر ده وتبقى دايما النادي الاهلي سابق في كل حاجه. فانا بحييك اللي انت عملت كده النهارده كمان مع الشركه اللي اخذت التذاكر، لان الانضباط موجود دايما داخل النادي الاهلي. كمان عايز اعرف موضوع تاني، كان نما الى علمي يعني النادي الاهلي خاطب من بدري شويه، اللي بدل ال 20,000 بنتكلم حتى المنتخب كان فيه 60 نخليهم النص للنادي الاهلي، وخطيبته الامن، ايه اللي حصل؟ لا انا خطبت حضرتك ما جاليش رد. ما جاليش رد لغايه اللحظه اللي حضرتك بتتكلم فيها، لا خطاب ولا تليفونيا ولا اتصال ولا اي حاجه. وبالتالي انا مستمر على 20 خلاص، يعني حتى
لو كان جالي رد النهارده خلاص النهارده بروح، حضرتك مفيش فاضل ده يعني فاضل الخميس والجمعه وخلاص الماتش السبت ان شاء الله. فخلاص انا هلتزم بالعدد اللي جالي وهشتغل عليه خلاص. يبقى بقى ان شاء الله ربنا كرمنا وانتهينا من ماتش الترجي ان شاء الله بفوز باذن الله وهنخش على الفيلم فانا لا هيبقى الموضوع من بدري بقى يعني هنطالب بحقنا 100% بحق جمهورنا قبل ما يكون حقنا انه لا يبقى في 60 و80 خلاص سيمي فاينل سيمي فاينل وفاينل حضرتك جمهور لا جمهور جمهور يعني. طب يا سياده اللي هو وانت بتتكلم معلش انا قريب من حضرتك شويه واعرف بتفكر ازاي، دايما لما بكلمك في موضوع زياده الجماهير وعملته ايه بحس بنبره اللي انت متضايق منها او زعلان منها. متضايق لان انا حضرتك من صغري بحضر ماتشات وعارف يعني ايه ان انا ابقى قاعد في مدرج ويعني ايه عارف ان الصوت اللي انا بطلعه من وانا صغير ده بيأثر على الناس اللي في الملعب قد ايه، ومتضايق لما بكون في ماتش كوره وسامع اللعيبه وهي بتكلم بعض وانا قاعد في اخر المدرج فوق، ده شيء مزعج للعيبه بتحس ان هم في تقسيمه. الجمهور حضرتك ده بيدي احساس تاني خالص في الملعب، حضرتك لعبت وفاهم اللي انا بقوله ولعبنا وفاهمين اللي احنا بنقوله، في فرق بين ان المدرج فاضي وفي فرق انه المدرج فيه يعني احنا يعني حضرتك لعبت قدام 100,000 و80,000 احنا كنا بنلعب هاند بول لما كان اعضاء النادي بيجوا 40 واحد يتفرجوا علينا كنا بنولع الملعب. غير لما ماتش مثلا جوه الصاله ومحدش يجي حتى تقسيمه هي تقسيمه صح الجمهور ده. وبعدين كل البطولات اللي خدها الاهلي الجمهور اللي كان بيحضر فيها كان سبب اساسي وحضرتك عارف جمهورنا ملتزم والدخلات اللي بيعملوها بتاثر قد ايه في نفسيه اللعيبه. يعني انت حضرتك متخيل ان احنا لو كنا بنلعب نهائي الكونفدراليه ما فيهوش 100,000 في استاد القاهره كان يعني هيبقى لغايه اخر ثانيه الدنيا عامله كده؟ لا طبعا لا طبعا يعني ان شاء الله ان شاء الله اخر ثلاث دقائق الواحد كان جسمه من 10 من ال 120 ولا ال 100,000 بيقولوا يا رب. يعني الواحد اهو ده مش بينادوا باسم الاهلي يقول يا رب كلنا وانت كنت موجود وكلنا كنا عاملين ازاي؟ ما عايز اقول لحضرتك ان شاء الله الامور دي تتعدل والناس تضحك بس للنادي الاهلي بدل ما هي مكشره في وشها السنه اللي فاتت دي كمان كلها المسؤولين تضحك كده وتبتسم للنادي الاهلي بدل ما دايما التكشيره مع النادي الاهلي. وانا مقدر اللي انت فيه لكن مره تانية ومليون مش عشان انت معايا على التليفون لكن انا بحب دايما النظام ينجح وانا بحترم حتى انا عارف حضرتك بتسافر كل مره قبل المباراه بيومين وثلاثه عشان يبقى في تسهيلات والكشوف اللي موجوده والناس تدخل في اسرع وقت. ده كلام محترم واحنا دايما بندور على ده. عايز اسال حضرتك في حاجه اخيره، هو كان في اجتماع مجلس اداره النهارده؟ لا يا فندم. اهو انا معلش انا عايز اشرح النقطه دي عشان مهمه قوي. اتفضل حضرتك. يعني كل ما المجلس يبقى موجود اليومين اللي فاتوا مش قبل كده يعني يقول لك اجتماع مجلس اداره يا فندم انا عندي مجلس اداره ستة على الاقل يوميا موجود في الاحوال العاديه وغير العاديه وفي اليوم العادي جدا اللي ما فيهوش حاجه لا عايزين نعملها ولا اي حاجه على الاقل في 4 جوانب. في واحد قاعد في النشاط الرياضي، في واحد معايا في المكتب، في الاستاذ كامل قاعد بيخلص شؤون الماليه بحكم ان هو من صندوق، في واحد تاني في مدينه نصر بيشوف الفرق هناك. يعني هم متواجدين كل يوم فمش فاهم ايه النغمه بتاعت اليومين دول. كل ما يصاروا باشمهندس على فكره طول ما هو في القاهره هو في النادي، يعني لو ما جاش بيجي ساعتين ثلاثه في اليوم يشوف النادي، يطلع مطعم مدينه نصر، يروح على الشيخ زايد. اقصد انه بقت في نغمه كده كل ما يصاروا في اجتماع في قرار. لا يا جماعه الناس بتيجي تشوف ايه احوال النادي، الناس بتقعد تتكلم معايا بيتكلموا مع بعض بغض النظر عن الوقت اللي احنا فيه بظروف معينه لكن هم موجودين على طول. تمام هم متواجدين على طول كل يوم اجتماع مجلس اداره. طب كان في اجتماع لجنه انديه النهارده؟ كان في باشمهندس كان حاضر في طنطا. ايه التفاصيل اللي عايزين نعرف ايه اللي حصل؟ حضرتك بتكلمني وباشمهندس لسه داخل قدامي يعني قبل ما حضرتك تطلبني بنص دي يعني يا دوبك بس سلمت عليه حتى ما سمعناش منه ايه اللي حصل هناك. يعني لسه ما عرفناش التفاصيل يعني. اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي الاهلي، بشكر حضرتك على المكالمه القيمه والتوضيح في كل حاجه بنسال عليها. بشكرك يا سياده اللواء شكرا جزيلا. هرجع اتكلم تاني في الموضوع اللي يخص الجماهير وده الاهم لان اسم البرنامج الكره والجماهير فلازم نتكلم باراء الجماهير المحترمه اللي بتخاف على ناديها وبتدور تكون موجوده وبتساند وتدعم ناديها ومقدره اللي فيه مباراه مهمه جدا. عشان كده دخلنا اللواء شيرين شمس يقول لنا على موضوع التذاكر. دايما
لما بيبقى في اي حاجه تخص ماديات تلاقي في ناس ما عندهاش ضمير. هتفرق معاك 10 تذاكر تبيعهم سوق سودا عشان تمسك فلوس حرام؟ انا بكلمكم دايما وبحب اتكلم بلغه رجل الشارع البسيط. رجل الشارع البسيط بيحب يسمع الكلام ده، ما بيحبش يسمع كان واخواتها وحتى ونقعد هيقفل في وشنا التليفون، لان كره القدم بتخاطب البسطاء قبل اي حد. فمن هنا في ناس ما عندهاش ضمير، تذكره ياخدها ب 50 جنيه يروح يبيعها ب 90 يخلي معاه 20 30 40 تذكره، وتاني يوم يضاعفها ويبيعها ب 150 و200 جنيه. بتمسك فلوس حرام. واوعى تفكر ثانيه واحده اللي ربنا هيعاقبك، هتلاقي نفسك بيجي مرض بتدفع فيه الفلوس دي وزياده. صدقوني، لان ربنا مطلع على كل شيء. فمن هنا يبقى عندنا ضمير، نسيب اللي بيحب الاهلي ياخد تذكرته ويحب فرقته ويروح يشجع فرقته ويهتف لفرقته ويساند فرقته ويدعم فرقته. حتى دي كمان مفيش فيها يعني اي ضمير، ولا دايما ليه بنفكر اول ما نقول تذاكر او اي حاجه تخص ماديات تلاقي التفكير في الجشع قبل اي حاجه. انا ليه قلت الكلام دوت؟ جالي مكالمه من حد من الصعيد ومكالمه من حد من اسكندريه، وعاملين الكارنيهات بتاعتهم وراحوا يستلموا التذكره بتاعتهم، لقوا اللي فيه ناس من النوعيه دي عملوا لعبه كده اخدوا التذاكر. طب ما انت راجل ده هيجي من المنيا من اخر الدنيا عشان بيشجع النادي الاهلي بيحبه، وهيسافر من الصبح بدري او هيجي قبلها بيوم وعشان عاشق للنادي الاهلي. فمن هنا اخدت سلبت من واحد حقه. ففي لازم ناس لازم تفهم كده. هنفضل طول الوقت نتكلم على القيم والاخلاقيات والمبادئ اللي احنا نعرفها، لكن المبادئ المضروبه دي يرموها على جنب ولا عمرنا هنبص لها، هنبص فيها ولا هنتكلم فيها اساسا. هي دي المبادئ الحقيقيه اللي لازم ترجع لينا كلنا. كلنا كنا كده، كان عدد قليل، لكن للاسف السنين الاخيره العدد زاد قوي قوي عن الحد، لكن لازم ناس توقف عند حدها. ودور الاعلام مهم جدا، لكن انت ما باليد حيله وايد لوحدها ما تسقفش في وسط فساد وفي وسط امور كتير جدا 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 هنتكلم فيها، لكن الاهلي اهم. ولما بتكلم عن الاهلي اهم، عايز اتكلم النهارده في موضوع مهم جدا كنت ناقشته امبارح، واتكلمت بكل قوه واتكلمت بكل احترام، ودايما مفيش خروج عن النص في البرنامج. اتكلمت لكل اهلاوي افريقيا يا اهلي، في حد يختلف اللي الاهلي عنده ماتش مهم ويساند ويدعم؟ ما نتكلمش في اي حاجه خالص، ومش هنتكلم في اي حاجه غير الاهلي عنده ماتش مهم، لان عشنا داخل جدران النادي الاهلي ونعلم تماما اللي احنا بنقوله. تقول احمد تبقى انت اهلاوي وجدع وراجل ومساند وداعم. تقول ابراهيم بقول لك ايه، انت يا عم عمال تطبل وعمال مش عارف، انا عارف اللي الكاميرا هنا. فلا مش هيمشي الكلام ده، لان في ضمير وفي حق وربنا ما بيقبلش بالظلم. انا بقول لك روح للاهلي واتكلم عن الاهلي بس وساند الاهلي بس، عنده ماتش مهم في افريقيا زي ما النهارده هنتكلم رسائل اللاعبين والجهاز الفني، ده فيها حاجه غلط. فانا هرجع اقول جمله وبسيطه وخفيفه واي حد يفهمها حتى اللي عنده 10 سنين. هو في حاجات يختلف عليها اتنين؟ لا طبعا مفيش حاجات، في بعض لما تتكلم في حاجه ما يختلفش عليها حد. كلنا بنحب الاهلي، اه كلنا بنحب الاهلي، لكن في نفس الوقت حد يختلف؟ الاهلي عنده ماتش مهم، ينفع نتكلم في اي حاجه غير الاهلي عنده ماتش مهم؟ ينفع نتكلم غير شد حيلك يا كابتن حسام، شد حيلك يا عبد الله سعيد، شد حيلك يا شريف اكرامي، اتكلم مع فرقتك يا عماد يا متعب واعمل اجتماع يا عاشور، اجتمع باللاعبين كلها وحفزهم وقول لهم الاهلي في الماتشات دي معدننا مختلف، قول للجديد اللي لسه بيتعلم. مش هو ده، هو ده الاهلي ومبادئه، هو دي الثوابت اللي احنا بنتكلم فيها. لكن هو فمن هنا معلش انا قلت افريقيا يا اهلي، بس هخرج لمده دقيقتين عن افريقيا يا اهلي ومباراه الترجي يا اهلي، مفيش كلام غير كده، ده اللي انا اعرفه وده اللي انا اتعلمته من كل عاشق للنادي الاهلي. يتغير بقى الوضع، ما هعمل نفسي مش واخد بالي وانا مضطر ان انا اعمل كده.
عايز اتكلم. كنت اتكلمت على لجنه الحكام امبارح وبكل ادب وقلت الحكم حرام عليكم محدش يظلمه، وانا بالنسبه لي غير مقبول بالمره تروح لحكم على فيسبوك تهين، توجه له اهانه، توجه له الفاظ، توجه لزوجته الفاظ، دي اسمها قله ادب، واللي عمل كده قليل الادب، واللي عمل كده محتاج اللي اسرته تقعد تسيطر عليه عشان نبني مجتمع من اول وجديد محترم. لان في ناس مفكره نفسها كل واحد عامل هيرو على الفيسبوك وكل واحد عامل صفحه بيفكر نفسه بيأثر في الملايين. بيدخل لك كام واحد؟ 100 200 300 400 5000. قناه الاهلي اعلى نسبه مشاهده في مصر لو قدمت برنامج عن الطبخ، والله العظيم ما بكذب عليكم. لان جمهورك من اول يوم ظهرت القناه، من قبل ما يبقى موجود مجلس الاداره ده ولا اللي قبليه ولا اي حاجه، من اول يوم اتحاربت عشان هتاخد الدنيا كلها بالشعبيه والجماهيريه. صدقوني وانا اعلم تمام، ولا عشان شادي قاعد، ولا عشان ابراهيم قاعد، ولا عشان خليل قاعد، عشان الاهلي اللي اكبر مننا كلنا، عشان الاهلي الشعبيه والجماهيريه والبطولات، هي دي الحقيقه. فمن هنا اتكلمنا وقلنا عيب اللي حصل مع الحكم، وهيبقى غير مقبول اي حاجه فيها خروج عن النص، حتى لو حد مش جوه بيتنا، لان احنا اخلاقنا مش كده ولا تصرفاتنا كده. ولما جينا اتكلمنا وجهنا نقد، قلنا النقد للكابتن عصام عبد الفتاح رئيس لجنه الحكام، عضو اتحاد كره القدم، اللي اول ما اتحاد كره القدم نجح قال لنا كلنا مفيش اي عضو هيبقى مسؤول على لجنه. عملنا نفسنا مش واخدين بالنا زي ما الجميع عمل كده وسكتنا ومش هنتكلم، كل واحد بينظم الدولاب بتاعه زي ما هو عاوز. وكمان انا على المستوى الشخصي بحترم شخصيه المهندس هاني ابو ريده جدا جدا، فلما بتكون بتحترم حد سنده ودعمه، لكن لما يبقى فيه اخطاء لا تشاور له، فيه هنا خطا نخلي بالنا عشان ده مسار للرياضه وعايزين الرياضه تبقى صناعه بجد. وجهنا اللوم لما جينا نتكلم ووجهناه للكابتن عصام عبد الفتاح، لما يبقى بطل الدوري اللي بتتعامل معاه ومش هنسمح بالكلام ده، اللي بتتعامل معاه اللي هو نادي صغير، وتروح تجيب حكم اول مره يحكم دوري ممتاز تحت مظله التطوير وتحت مظله ال بندعم حكامنا ووقفوا جنب حكامنا، مفيش حكم في بدايه دوري ادعمه واربع ضربات جزاء حضرتك ما بتحسبهمش، لا هنقد حضرتك لاختيارك الخاطئ. كنت هساندك لما تختار الحكام اهل الخبره، كنت هدعمك لما تختار ناس عندها خبرات، وابتدي واحده واحده تدخل الناس اللي هي حضرتك عايز تعمل بيها تطوير. لكن عند النادي الاهلي سيد عبد الحفيظ بدعم من حضرتك داخل اتحاد كره القدم ولجنه المسابقات، هي ولجنه لجنه الحكام على مسؤوليتي اللي انا بقوله، ولا هتعرف توقفني ولا هتعرف توقع عليا غرامه ولا تعرف تقول. عارف ليه؟ عشان الحق والضمير اكبر من اي حد. الحق بيبقى ليه ظهير، الحق بيبقى ليه ظهير. بالمناسبه كنت بشتغل في الراديو، وكان لما بيحصل نقد للجنه المسابقات الحاج عامر كان بيزعل قوي. اللي بيشتغل في عمل عام، ما احنا هنا ده في اهلاويه يا حاج عامر، في اهلاويه اللي احنا فرحناهم ورفعنا بطولات وكنا بنرفع لهم كاسات كل يوم جمعه بالمناسبه، وكانوا بيقعدوا حاطين رجل على رجل ويحط فوزدو والغلبان يحط لب والكلام ده كله، كانوا النهارده بيشتمونا عشان مصالحهم ونسيوا التاريخ. فما دام اشتغلنا في العمل العام علينا اللي احنا نقبل. فحضرتك تبقى زعلان من اي نقد ويكون لينا حق فيه ليه؟ انا بحترمك وهستمر احترمك انا والاهلاويه، لكن بصارحك بالاخطاء. 20,000 على ايه؟ انا ما شفت سيد عبد الحفيظ متعصب ولا بيقول اي لغط، هي دي الحقيقه. لما اخرج واتماسك وانا عليا اربع ضربات جزاء وانا الاهلي بطل الدوري، ما تتمنظرش عليا وتمسك لي الكرباج وتحطني عبره. مش الاهلي اللي يبقى عبره مع اي حد، لازم تبقوا فاهمين كده. وهقول جمله مهمه للجميع، للجنتين، السنه اللي فاتت سب وقصف اهانات بافظع الالفاظ يعاقب عليها القانون في الرياضه كلها مدى الحياه، واستخبيتوا تحت الترابيزات
وسيد عبد الحفيظ ما نطقش يقول لك النهارده 20,000 جنيه. ده كلام، ده كلام، ده كلام. ده الواحد شاف حاجات السنه اللي فاتت، بقى مكسوف، مكسوف بالتاريخ اللي موجود مع زمايلنا اللي كانوا موجودين وجمهورنا ومجالس ادارتنا وكل ما بيدعم الاهلي وجماهير كل حد. بقيت مكسوف من الالفاظ اللي بتتقال ان انا منتمي للرياضه، لان اللي هيبقى مكسوف اللي عنده اخلاق بس، لكن اللي بيعمل نفسه مش واخد باله ده العيب، كل العيب عليه. لفوا على القنوات اعملوا مداخلات. انا في عهد ما بيني وما بين ربنا سبحانه وتعالى وفريق عمل الايام اللي فاتت، وهكون صريح، وانا قلت لكم امبارح اللي هيحصل، بس مش عايز اتكلم دلوقتي لان الاهلي عنده ماتش مهم، اهم من شادي واهم من البرنامج واهم من انتخابات واهم من اي حاجه. ده الاهم، الاهلي عنده ماتش في افريقيا، حلمنا كلنا نروح كاس العالم تاني. لكن اللي هيغلط يتحمل، لان لينا تاريخ كبير قوي جوه الاهلي اللي عايزين يلغوه، وبنحب الاهلي قوي لدرجه الجنون. محدش يقدر يتكلم على فريق العمل اللي موجود هنا في البرنامج ده عشان اهلاويه متنقيين بالواحد وبيعشقوا النادي الاهلي، وشباب زي الفل، ولا كرشه بيدلدل ولا ليه مصلحه، ولا حد بيوعده من ورانا بمركز اعلامي، ولا حد بيوعده بمجله، ولا حد بيوعده ببرنامج، ولا حد بيوعده بحاجات. فانا ما بيني وما بين ربنا سبحانه وتعالى وفريق عملي، اي غلطه صغيره كبيره، على رفيع على تخين على قصير، هنقولها. لان احنا اعوذ بالله من كلمه، انا برضو دايما عشان مش هقول احنا، لان دعم الجماهير اللي بتقول لنا اتكلم بكل قوه مش وقته، لان الاهلي اهم، عنده ماتش مهم. لكن بوعدكم والايام اللي فاتت انا مش هتكلم غير في حاجه واحده بس. فاكرين لما حاولوا البرنامج يقف وبتاع، وفكروا ان انت تدخل قناه النادي الاهلي ولا بيتك، تحرك الثلاجه من مكانها، وتحرك السرير من مكانه، وتحرك التلفزيون من مكانه. انتوا محدش يعرف يعبث بالاهلي، لان الاهلي اكبر منكم بكتير. في اللي كان بيتقال ايام الانتخابات كان بيجي يقول لك حزب الكنبه والكلام ده، ناس ساكته بس وقت الجد بتظهر. خلي بالكوا من جمهور الاهلي، لانه في البعض هو اللي صوته عالي، اللي الكذاب والمنافق واللي عايز حاجات كتير وهكذا. لكن خلي بالكوا من حزب الكنبه الاهلاوي، مش زي اي حد لما بيتكلم وبيدافع عن نادي، لانه بيبص للوجو. وانا بقول هنا مش تبع حد ولا ملك حد غير الاهلي، ما باخدش اوردر من حد. فالايام اللي جايه اللي هيخرج عن مبادئ الاهلي وثوابته اللي انا اعرفها وتعلمتها بدون مصلحه، ما عنديش غير الحق، ما عنديش غير الحق. لو هخسر فيها اعز اصدقائي، اعز اصدقائي. هي دي الحقيقه اللي لازم تتقال النهارده، لان لما اشوف امور كتير غريبه جوه وبره، ايه في ايه؟ سيد عبد الحفيظ ما اتكلمش لما اخطاء غير طبيعيه. مين يختلف على لعبه عبد الله السعيد؟ مين يختلف على لعبه زي بتاعه سعد اللي حصلت، ولا رامي واللاعب بتاع الجيش بيلعبها بايديه؟ ما فيهاش نقاش، ما فيهاش نقاش. وفي حاجه يقول لك بنعمل تدريبات عشان نوحد المعايير. لا الكلام ده معلش انا اسف، يعني تقولوه في سوق العبور، توحيد معايير. وفي الاخر نتمنظر واضرب بايد من حديد وبساند رجالتي والصوت العالي قد كده. لا بقى، عيب بقى، عيب بقى، عيب بقى. ده السنه اللي فاتت محدش يقدر ينساها في تاريخ كره القدم، من اسوان لاسكندريه، واللي حصل في لجنه المسابقات والحكام وده في حكام ما شفناهاش. ده في محمود عاشور بسال عليه في كل مكان مش موجود. كاد كريشه اللي حضراتكم بتقولوا عليه رقم واحد ما اختفى، وددوه يحكم درجه ثانيه. يا راجل يا راجل عيب. استقيموا بقى، استقيموا بقى. ده الاهلي الكبير العظيم، ده الاهلي الكبير العظيم.
كان مهم جدا الكلام ده تسمعوه امبارح والنهارده. هرجع اقول تاني بنحترم الناس كلها، لكن بالنبي بلاش في الزمن اللي احنا فيه نفخ العضلات والتليفونات والبرنامج. وشادي بيقول ايه، ما بتهددش من حد ولا حد يقدر يوقفنا ايا كان اسمه مين. عايزين تمشوها صوت عالي نمشيها صوت عالي، لكن ولو بتخافوا من الصوت العالي نمشيها خوف بقى بالصوت العالي، لكن هبقى ملتزم بالاخلاقيات ما بيطلعش لفظ، لان مش هيبقى ده الاهلي ولا هيبقى دي تربيتنا ولا اخلاقنا. فما تروحش تجيب حكم بيبتدي هاتوا في النص، هاتوا بعد 5 مباريات، هاتوا بعد 6 مباريات عشان نساندك ونقول الاسبوع ده زي الفل ونعمل نفسنا مش شايفين اخطاء عشان ندعمك. لكن هو ايه تموتني وممنوع اتكلم؟ ده انتوا عايشين في زمن قديم قوي عدى وفات، في شباب رجاله بتشتغل ولا بتحط اعلانات في ظهرها ولا كروشها عايزه تكبر ولا توسع راضيه بالحلال. هنتكلم في كل حاجة. معايا مكالمة كمان، أنا قبل ما أخد المكالمة انتهى الكلام أفريقيا يا أهلي، بس كان مهم نقول للناس اللي احنا موجودين. الأهلي مش عامل قناته عشان يستخبى، الأهلي مش عامل قناته عشان ما يبقاش صوته عالي، لكن الناس اللي في الزمن الصعب اللي احنا فيه للأسف، آخر جملة هختم بيها كلامي، الناس بتفكر الاحترام والأخلاقيات العالية والتزام بمبادئ الأهلي الحقيقية ضعف ودوس عليه وفرمه. مش هنعمل كده، هنلتزم بس هنقرص كل واحد يخرج عن النص قرصة قوية عشان يعرف اللي ده الأهلي. بس دي نقطة مهمة. كمان النادي الأهلي بيستعد بكل قوة، مهم جدا يوم السبت المباراة الترجي بمساندين إن شاء الله الكابتن حسام يوفقه في الاختيارات الفريق اللي هيشترك أيا كان مين اللعيب يتحمل مسؤولية النادي الأهلي. خلينا نطمن أكتر على الفريق من الكابتن أحمد أيوب المدرب العام للنادي الأهلي. كابتن أحمد برحب بحضرتك ومبسوط جدا اللي أنت معايا النهاردة على التليفون. كابتن ربنا يخليك يا شادي، وحشني وأنا مبسوط إن أنا معاك، بس أنت يعني متعصب جامد. والنادي الأهلي أكبر من أي حاجة يا كابتن شادي، النادي الأهلي كبير بمبادئه وبطولاته وتاريخه، كبير في كل حاجة، ولكن خلينا نقفل صفحة الدوري دلوقتي ونفكر في المحطة اللي عندنا المهمة. بعد كده 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 راجعين لمحطة الدوري، هيبقى لينا فيها كلام كتير يعني ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن احمد اكيد عايز اطمن على الفريق، نوعية التدريب كانت ايه النهارده؟ كان معايا زميلي في البداية محمد عراقي نقل لنا الصورة كاملة جدا جدا، بس اكيد هطمن اكتر من حضرتك على الفريق، حطيتوا ايديكوا على التشكيل اللي هيلعب المباراه، نوعيه النهارده انقل لي معنويات اللعيبه يا كابتن. والله يعني بص، يعني مبدئيا معنويات اللعيبه يعني مرتفعه جدا. هي مباراه كبيره، مباراه بطوله، مباراه حجمها كبير جدا جدا، مباراه صعبه سواء على النادي الاهلي او على فريق الترجي. دايما المباراه يا كابتن شادي وانت لعبت في الاجواء دي طبعا بتبقى يعني اجواء صعبه على الفريقين يعني. صحيح. الفريقين عندهم نخبه في المنتخب سواء المصري او التونسي. الحمد لله يمكن معنوياتنا الحمد لله عندنا ثقه كبيره ومعنوياتنا مرتفعه ان احنا نقدم شيء كويس، نقدر نكسب، نقدر نعدي الدور ده، لان احنا يعني ان شاء الله يكون الترجي يعني بالنسبه لنا خطوه لبطوله افريقيا ومرحله نعديها عشان نكسب البطوله ان شاء الله. كابتن احمد استقرتوا على التشكيل؟ يعني ما فيش حاجه اسمها استقرينا على التشكيل يا كابتن شادي، ولكن انت طول الاسبوع يبقى عندك تمرينات وعندك بتعد الفرقه كلها وعندك اكيد سيناريو كابتن حسام حاطه في دماغه بعد ما بنتفرج على فريق الترجي، ويمكن عنده شبه رؤيه للعناصر اللي ممكن تشارك باختلاف مثلا عنصر او اثنين حسب رؤيته للمباراه وسيناريو المباراه والتعامل مع المباراه والناس اللي هتبقى معاك بره على الدكه، لان المباراه 90 دقيقه يعني ممكن البدايه يبقى في متغيرات تحتاج ناس بره تعمل الفارق. المباراه اللي زي دي بيبقى فيها سيناريوهات كتير ولازم تتعامل معاها يعني بطريقه مناسبه. يعني الحمد لله احنا يمكن شفنا فريق الترجي وكل يوم يعني بنشوف الفرقه وبنشوف طريقه لعبها والعناصر المميزه عندها، بنقدر في التمرين نعمل بعض الحاجات سواء الدفاعيه او الهجوميه اللي احنا ممكن يعني اللعيبه تعملها في المباراه ان شاء الله.
كابتن، عايز اطمن من حضرتك على علي معلول، نزل التدريب النهارده، كان زميلنا محمد علي مره ثانيه قال لنا. لا علي يمكن كان عنده مشكله في صابع رجله، كان بيضايقه انه يلبس جزمته بتاعت الكوره، ولكن كان بيتمرن بشكل منفرد يعني، ولكن خلاص المشكله دي راحت، وامبارح اتمرن والنهارده اتمرن مع الفرقه كمان، وليد سليمان النهارده اتمرن مع الفرقه وظهر بشكل كويس الحمد لله. يمكن العناصر كلها جاهزه، الناس كلها مستعده، ويوم المباراه بقى يعني رؤيه كابتن حسين، الناس اللي هتبدا والناس اللي هتكون موجوده، ومفيش فرق بين اللي هيبدا او مش هيبدا، لان هي دي مباراه كبيره، ويهمنا ان احنا نعدي الدور اللي بعد كده ان شاء الله. كابتن احمد، مهم جدا في وجود حضرتك معانا. انا عاجبني بصراحه من بعد مباراه الجيش على طول تصريحات الجهاز الفني بالكامل، وهي احترام الخصم، فبالتالي بتنعكس على اللاعبين. عايز اعرف من حضرتك او تكلم جماهير النادي الاهلي، توجه لهم رساله اللي هيبقوا بيتفرجوا واللي موجودين في الاستاد. لا طبعا احنا يعني عامه اي فريق بنلعبه اكيد بنحترمه، بنشوفه بشكل كويس، بتحترم قدراته وتقيمه بشكل كويس عشان تقدر يعني يوصل ده كمان للعيبه، ويقدر يكون ده يكون مردود ليه على في الملعب. ان شاء الله يكون يعني الله. بالنسبه لموضوع الجماهير ان شاء الله انا واثق تماما يعني العدد اللي هيكون موجود ان شاء الله يكون موجود اكتر منه خارج الاستاد، وعلى وفي كل مكان الناس بتتفرج، كل مكان الناس هتساند النادي الاهلي، والناس اللي موجوده في الاستاد محتاجين تشجيعهم من اول دقيقه لاخر دقيقه. الجون بيجي في لحظه، ممكن يتاخر شويه، ممكن يجي بدري، فمحتاجين الوقفه بجد من الجماهير مع اللعيبه، اللعيبه محتاجاهم، محتاجه صوتهم في الملعب ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن احمد، عايز تقول اي حاجه، توجه رسائل، اي حاجه عايز تقولها؟ انا مبسوط اللي انت معايا، ومش هكدب بقى السادة. والله انا اللي مبسوط اني معاك، من بعد يمكن كل شويه في الكلام، ولكن انا مبسوط ان انا بتكلم معاك النهارده. يعني ما فيش رسائل خاصه لحد ولا حاجه، احنا كجهاز النادي الاهلي احنا يعني مقدرين دورنا في النادي، كل واحد وطبيعه عمله في الفرقه بيأدي عشان الفرقه تنجح، سواء انا او سيد او طارق او ابو العيله او انيس، كلنا بنحاول كل واحد يؤدي دوره عشان الامور تبقى سهله للكابتن حسام في اتخاذ اي قرار مناسب للفرقه. روح الجماعه موجود عندنا بشكل كبير، وده اللي بيميزنا. احنا يعني بنخلص في عملنا وبنأدي دورنا بشكل كويس، والتوفيق بقى بتاع ربنا ان شاء الله. ولكن يعني انا بقول لك ومطمن الجماهير النادي الاهلي من خلالك ان شاء الله ربنا يكرمنا وهيوفقنا، لان هنتمرن بشكل كويس، نتعدي بشكل كويس، نشوف الفرقه ترجع بشكل كويس، واثق تمام ان شاء الله ربنا يوفقنا ان شاء الله. كابتن احمد، اخيرا معلش، شفت لك تصريح وكمان كنت زعلان جدا ومستاء من الناس اللي هجمت ازارو بعد المباراه. لا طبعا، من يعني لسه بدري قوي على يعني النادي الاهلي بحجمه وتاريخه يعني وقيمته، يعني النقد العمال على بطل ده صعب جدا شادي، يعني صعب جدا ان انت اي حاجه بيبقى فيها نقد، اي حاجه بيبقى فيها نقد. احنا يعني انت ممكن تنتقد وتتكلم بشكل ايجابي، يعني بشكل ايجابي حتى المدرب يستفيد واللعيب يستفيد، انما نقد مجرد النقد وتقطيع لمجرد التقطيع ده يعني بيبقى شيء صعب يعني على الواحد، سواء على اي حد مش وليد بس، يعني على اي حد. انا بقول لك حاجه، انا بشوف الناس اللي يعني بحترم كل الناس اللي بتتكلم وكل الناس اللي بتحلل وكل الناس اللي بعد المباراه بتتكلم في الكوره، لكن انا عاوز اقول حاجه، يعني يمكن قبل المباراه والتعامل مع المباراه صعب جدا، كل قرار بيبقى محسوب، لان انت بتحكمك ظروف كتيره جدا، ولكن انا بعد المباراه اي حاجه سهله، لان يعني هو ايه الصح وايه الغلط محدش عارف، انت بتتكلم تقول اعمل كذا وما تعملش كذا او يعني ايه الصح، ايه يعني دليلك ايه، او ايه اللي يثبت ان ده صح او غلط. بشوف ناس مره النتيجه ومره تحلل الاداء ومره تحلل شخص، عاوزين يكون في منطقيه في التحليل من خلالك بقى، يعني يكون في منطقيه للتحليل، ويكون في معطيات للتحليل، ويكون في يعني عاوزين وقت للتحليل. ما ينفعش النهارده انا بحلل مباراه وبحلل النادي الاهلي في مباراه والمباراه الجايه بحلل حاجه مختلفه واللي بعديها حاجه مختلفه، لازم يبقى عندي ثلاث اربع مباريات اشوف فيها اداء الفرقه، في ثبات في الاداء، ثبات في اداء اللعيبه، ثبات في طريقه اللعب، في التغييرات، هو ده التحليل اللي انا اعرفه. انما ما ينفعش كل مره يبقى تحليل مختلف، تحلل مره شخص ومره نتيجه ومره اداء، يعني شيء صعب. يعني احنا في ظهركم ومعاكم، ربنا يوفقكم.
تحياتي للعيبه وتحياتي للكابتن حسام، كل الدعم في ظهركم وعايزينكم تفرحونا قتال جوه الملعب. ربنا يوفقكم في اختيار التشكيله المناسبه، تشكيله الانتصار. يا كابتن احمد شرفتني ونورتني، وان شاء الله بعد المباراه نبارك لحضرتك ان شاء الله. بشكرك كابتن احمد ايوب المدرب العام للنادي الاهلي على كلام حضرتك اللي قلته كله، وهو ده اللي انا بقوله. البعض بيقعد يتكلم، المدير الفني هو اللي متعايش، في تقصير هنا، في لاعب ما جاش هنا، التشكيله دي ده اهم لنقطه معينه، وارد تبقى صح وارد تبقى غلط. لكن لما انا ابقى قاعد التكييف شغال اشوف وعيد اللعبه مره واثنين وثلاثه واربعه ومليون، الرحمه بكل الناس زي ما احنا بنتكلم، ولكن ربنا يوفق النادي الاهلي، ده الاهم بالنسبه لنا. كمان معانا كلام مهم جدا ورساله للاعبين وكابتن حسام البدري واللاعبين وكمان جماهير النادي الاهلي. نروح نشوف الرساله وبعدها نستقبل نجم الفقره الاولى النهارده، واحد من الناس المحترمين في اداره كره القدم، عضو اتحاد كره القدم السابق وكمان عضو اللجنه الاولمبيه، وعندنا كلام مهم معاه الكابتن حمد المصري. قبل المواجهة الهامة أمام الترجي التونسي يوم السبت المقبل، هناك العديد من الرسائل للاعب الفريق والجهاز الفني، رسائل تحمل كم كبير من الحب والدعم من كل جماهير القلعة الحمراء العاشقين للمارد الأحمر. رسالة للاعبين: كونوا على قدر المسؤولية كما عهدناكم، فالجميع يعلم معدنكم الأصيل ويعلم عشقكم وحبكم لهذا الكيان وغيرتكم عليه، ولذلك نطالبكم بإسعاد الملايين من الأهلوية الذي لن يتوقف دعاءهم لكم طوال مباريتي الذهاب والإياب. القتال داخل الملعب على كل كرة، وبذل الغالي والنفيس من أجل تحقيق الفوز وعبور هذه المرحلة الهامة، والسعي نحو تحقيق حلمكم بالفوز بالأميرة الأفريقية والوصول لكأس العالم للأندية. رسالة الجهاز الفني: نتمنى لكم التوفيق في اختيار التشكيل الأفضل وإدارة المباراة بالشكل المميز الذي عهدناه منكم منذ توليكم المسؤولية، فنحن نثق بكم ونثق في قدرتكم التي ساهمت في تحقيق ثنائية الدوري والكأس الموسم الماضي، ونتمنى لكم التوفيق في الخروج بنتيجة إيجابية في مباراة السبت المقبل تساعدكم بالعبور بالقلعة الحمراء للدور قبل النهائي لبطولة أفريقيا، ومن ثم تحقيق اللقب والصعود لكأس العالم للأندية. رسالة إلى جمهور الأهلي: نعلم جيدا أنكم دائما على العهد، ونعلم مدى عشقكم للكيان، ونعلم أنكم ستملؤون جنبات استاد برج العرب، ونحن على يقين من تشجيعكم ومؤازرتكم للفريق طوال 90 دقيقة، ونحيطكم علما أن اللقاء على شوطين وأنه لن ينتهي بمواجهة السبت المقبل، فهناك شوط آخر ومواجهة أخرى على استاد رادس، ولذلك فالجميع مطالب بالوقوف خلف الفريق ودعمه حتى انتهاء اللقاءين. كما نطالبكم بعدم الخروج عن النص والاستمرار في رسم الصورة المبهجة التي ظهرتم عليها في لقائي القطن الكاميروني والوداد المغربي بنفس البطولة، وأن يكون هتافكم الذي اعتدنا عليه دائما هو المحرك لكم: أهلاوي أنا والفخر ليا، أنا نادي القرن في القارة هو نادي. أهلاوي أنا والفخر ليا، أنا نادي القرن في القارة هو نادي، وأعيش وأموت وأفضل عشانه، وهو فوق دايما مكانه. لا 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 برحب بحضراتكم من جديد. معانا دلوقتي نجم من نجوم مصر في الاداره، ولاعب كان لاعب كبير جدا جدا، وكمان
عضو اللجنة الأولمبية الكابتن حمادة المصري. أنا سعيد جدا اللي هو بقاله مدة كبيرة جدا ما ظهرش، هو موجود معانا النهاردة نتكلم عن مباراة الترجي، نتكلم عن بعض القضايا اللي موجودة على الساحة. كابتن حمادة برحب بيك. أهلا بيك كابتن شادي. ودايما بيبقى معاك الحلقات قوية وفيها كلام جديد، وده اللي أنا متوقعه النهاردة. ربنا سهل ان شاء الله. ان شاء الله جايين عشان نقول اللي انت عاوزه والمواضيع اللي انت عاوز تفتح فيها، احنا معاك وتحت امرك. ايه الشيكه دي؟ حبيبي حبيبي. طب عايز نبتدي معاك منين؟ ونبتدي بالسهل الاول. إيه؟ انا عارف الصعب الاول ممكن يجي لجنه الاولمبيه وعن النادي الاهلي، وبعد كده اتحاد الكوره. عندي سؤالين ثلاثه. طيب هو السؤالين ثلاثه دول يعني هيبقى فيه دوشه. ابتدي بالترجي، نبتدي بالمنتخبات، نبتدي يعني كده، ابتدي الحاجات اللي سهله الاول. خلينا نتكلم عن مباراه الترجي. مباراه مهمه جدا للنادي الاهلي. عجبني زي ما قلت اليومين اللي فاتوا والنهارده اللي تصريحات الجهاز الفني للنادي الاهلي، وهو احترام فرقه الترجي وفريق كبير، وعلاقتنا دايما مع الترجي وجمهوره علاقه محترمه جدا. شايف المباراة ازاي؟ هي مش مباراة، هي 180 دقيقة ومع الوقت الإضافي. تملي المباراة النهائية أو قبل النهائي بيبقى مباراة صعبة جدا. يعني احنا شفنا الصفاقس هنا تعادلنا 1-1 وكسبنا هناك 1. صح. شفنا الترجي هنا تعادلنا برضو وكسبنا هناك 2. وشوف بنشوف تملي الأهلي وكتوكو 3-0 هنا وهناك برضو خايفين وتعادلنا 1-1. فالمباراة الإياب هي مباراة نهائية. المباراة دي هي مباراة بتبني عليها أنت عاوز تعمل المباراة الجاية. لكن هي مرتبه، لكن هي 180 دقيقه. ما اقدرش احسم اقول لك المباراه النهارده أهل لو كسب 3 يبقى خلص. لا 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 لا، أهل لو اتغلب أهل اتعادل. المباراه يعني كبيره، الناديين كبار عندهم نجوميه كبيره جدا بالنسبه للعيبه، عندهم خبرات كبيره، عندهم اصحاب جماهيريه غير عاديه. الاهلي طبعا نادي مؤازر جماهيريه هتبقى كبيره جدا. الترجي نفس القصه بالنسبه لتونس. المباراه مش سهله للفريقين، مش سهله للفريقين. المباراتين مش سهله. انا بتكلم مباراه الذهاب والاياب، شوط اول وشوط ثاني، ودي مباراه الكبار. اوعى تفتكر النهارده النادي الاهلي مهما حصل نتيجه سلبيه او ايجابيه انتهت الامر. لا، الكابتن حسام النهارده عدته وترتيبه للمباراتين، يطلع ازاي يحل المباراه الاولى وازاي يستفيد منها وازاي يستخدمها في مباراه ثانيه. هي دي الكبار. لكن اللي هيعتمد على النتيجه المباراه الاولى اعتقد المباراه هتبقى صعبه بالنسبه له. خلينا ندخل في تفاصيل ادق. انا عارف ان حضرتك قريب جدا وصديق للكابتن حسام البدري. أيوة. اتكلمت معاه؟ شوف حسام، كابتن حسام العلاقه اللي بيننا بتسمح نتكلم في اي حاجه. هو طبعا واللي بيخلي العلاقه دي نتكلم المحبه اللي بيننا والثقه اللي بيننا. في اوقات ما اقدرش اكلمه. ليه؟ انا عارف ان هو مركز وعارف ان هو عنده قدرات يغير، فبالتالي مش عاوز اضغط عليه. لكن ممكن نقابل بعضينا ونتكلم في اي حاجه بعيد عن المباراه لغايه ما هو يكلمني. لغايه ما يكون عاوز يفتح معايا. انتوا بتروحوا تاكلوا لوحدكم وما تكلمونيش وبيقولوا لي كل حاجه؟ لا 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 لا، هي اصل العلاقه بينه وبين كابتن حسام علاقه يعني صداقه وزماله، ولعبنا في الشارع وقعدنا مع بعض في المدرسه وفي الكليه كنا بنذاكر مع بعضينا، ومراته صاحبته. يعني بنتكلم على اسره، بنتكلم على كيان، بنتكلم على علاقه طيبه، بنتكلم على امه حبيبتي جدا، ام الله يرحمها كانت يعني بالنسبه لحسام، ابو حسام الله يرحمه كان العلاقه الحمد لله طيبه. فاتمنى من الناس اللي بتهاجم حسام. حسام من اطيب الناس، ولكن محلو. انت شايفه شرس بيتعامل مع 30 نجم. وانت كنت نجم بتلعب في النادي الاهلي. هو في حد بيضحك في شغله؟ لا، وبعدين انت النهارده بتتعامل مع 30 نجم، كل نجم النهارده وراه جماهير، وراه اعلام، وراه مؤثرات. فبالتالي لما بيجي بيتعامل لازم يتعامل بحزم في وسط مجموعه لو ضحكت لها الامور تبقى صعبه جدا. وبعدين انت النادي الاهلي، النادي الاهلي النهارده وراك ملايين، مطلوب منك انجازات ومطلوب منك بطولات ومطلوب منك تعمل حاجات كتير جدا، ازاي وانا في مهمه صعبه هضحك؟ الضحك مطلوب، ممكن يضحك بين اللعيبه بينهم بعضهم. لكن دخلنا اطار العمل اعتقد كل واحد لازم يركز، كل واحد يبقى عارف دوره كويس جدا، كل لعيب فاهم الكيان الكبير ده، انطباع المدرب وانطباع مدير الكوره وانطباع مجلس اداره هو انطباع اللعيبه. هو دي منظومه، النادي الاهلي ما ينفعش يضحك في وسط السيزون، ما ينفعش يضحك في بدايه الزيزو. الاهلي بيضحك في اخر الموسم لما بياخد بطوله، لما يعمل انجاز، لما بيكمل رسالته، هو ده النادي الاهلي. لكن النادي الاهلي وكيانه ما ينفعش حد يكون فيه مهرج او راجل مثلا يعني بسيط، لازم يكون عنده فكر. واللي يمسك النادي الاهلي ده، النادي الاهلي كبير، لابد يكون كبير. صح. كابتن، ده هيخليني اسال حضرتك، بتشوف ازاي مع الكابتن حسام البدري؟ هو راجل جمع ما بين البطولتين دوري وكاس بعد غياب 10 سنين.
ما انا ده اللي عاوز اقوله. انت عاوز ايه من مدرب؟ يعمل انجازات، يعمل لك مباراه كويسه، بيطلع ناشئين، عنده ثقه بينه وبين الاداره، في ثقه بينه وبين اللعيبه، بيقدر يحافظ على الكيان اللي معاه، الجهاز كله ملتزم ومنضبط في وجوده. في عدم وجود حسام الامور بتبقى صعبه جدا، واحنا شفنا واسال اللعيبه يعني حسام بدل اللي مبقاش موجود في النادي الاهلي في الفتره السابقه كانت الامور ماشيه ازاي؟ راجل منضبط، راجل ملتزم، يتربى في النادي الاهلي، بيحب النادي الاهلي، بيعشق النادي الاهلي، من اسره تعشق النادي الاهلي. انا بتمنى له التوفيق، هو عارف ان هو بيركز، وانا عارف ان هو بيذاكر كويس جدا الترجي، وبيذاكر اللي ممكن يلعب ازاي، ويلعب باني اسلوب، وايه اللي يخدم الفرقه، وممكن يحضر لهم المباراه الجايه ايه. ان حسام طبعا عنده خبرات كبيره، اكتسب خبرات كبيره جدا كمدرب، فما اقدرش اقول له يا حسام هتلعب ازاي ولا اسلوبك ازاي. لا، حسام فاهم الكلام ده، مدرب لسه بادي، لسه ما عندوش خبرات، لكن هو ما شاء الله يعني مدرك الموقف، وان كان في بعض الاشياء غصب عنه. يعني وان كان يعني موضوع مثلا احمد ريان، احمد ريان على فكره من الشباب اللي هيبقى عامل طفره كبيره جدا في الاهلي. يعني انا فاكر اول مره لعبت في الاسماعيلي سنه 76، كنت احتياطي، الاسماعيلي بيلعب زمالك، وطه بسر وحسن شحاته وفرج جعفر وعلي خليل ومحمد صلاح ومحمود سعد وسام منصور، وفي فرقه كلها بتلعب، وانا احتياطي، والاهلي والزمالك والاسماعيلي 1-1. والله يرحمه كابتن اميره، والله يرحمه كابتن شحته. كابتن اميره بيقول كان جريء، كابتن شحته كان هادي. قال له ما اللاعب حمادة المصري، هو قال له لاعب حمادة المصري. كان عندك كام سنه؟ 16 سنه. وانا قاعد على الدكه، ما كانش في ايام بقى زمان بقى، لا كان دكه فعلا. قال له لاعب حمادة المصري، انا هو بيقول لاعب حمادة المصري، انا ركبي ثابت والله. لولا الكابتن شحته قال له لا، الماتش كبير على حماده، خليه شويه. فاحمد ريان يا جماعه لعيب كويس طبعا، احنا شفناه، فما نستعجلش عليه. وخامه كويسه، بس محتاج شويه يشتغل مع وقت مع الفرقه عشان ياخد الثقه وينسى بقى اللي هو في الناشئين. اقول اهداف مخرجنا على طول يعني احمد ينسى لو ينسى بقى في قطاع الناشئين. خلي بالك سبحان الله، اللي جات له في الماتش بتاع طلاع الجيش هي اسهل من اللي جابها في المباراه. لا كان خايف، باين باين كان مرعوب، باين الولد يعني في حاجه كانت بعيده عنه خالص. فمحتاج وقت شويه يشتغل مع النادي الاهلي في التمرين، يتهيأ شويه وينسى بقى قطاع الناشئين، يفهم انه مع الدرجه الاولى، يفهم النهارده هيبقى عليه ضغط، يبتدي يجهز نفسه. ابوك لعيب كبير برضه، جهزه نفسيا. ياسر ليه دور مهم جدا معاه. اعتقد ان شاء الله باذن الله يعني هيبقى ليه دور ان شاء الله، بس التوقيت بقى كابتن حسام بقى يختاره عشان يشتغل معاه. طيب من ضمن الحاجات اللي عايز اتكلم فيها، ايه راي حضرتك في الصفقات الجديده للنادي الاهلي؟ اكيد انا عارف حضرتك، انا بكلم بقى بعيد عن المناصب الاداريه، بكلم لعيب كوره محترم ولاعيب كوره كبير. بنتكلم على صفقات جديد، وليد ازارو، هشام محمد، اسلام محارب، قبلهم احمد حمودي، ايمن اشرف، وفي كمان باقه. الناس كلها تعت في اسمه، واحنا كل واحد بقى ايه، كل برنامج بيسميه اسم الاسد. وناخد بقى اي حاجه. الكابتن حسام كنت موجود معاه، عشان برضه اقول لحضرتك كان مبسوط جدا من ادائه الوقت الصغير اللي هو لعب فيه في المباراه الوديه. شوف طبعا هشام لعيب كويس قوي، وهشام هيبقى ليه دور بارز في النادي الاهلي. واسلام برضه نفس القصه، انا عنده قوه وعنده سرعه هيكمل. حمودي طبعا لعب السنه اللي فاتت وليه دور مهم جدا. ازارو محتاج حاجات معانا. قول لي. اولا الكهرباء لازم تهدى شويه. اولا وانا بره ال 18 عندي سرعات، لكن داخل جوه ال 18 المفروض في الدقه بقى شويه. دي نصيحه محترمه. يعني هو 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 لعيب كويس، عنده سرعات كويسه، قلبه موجود. انما محتاج جوه ال 18 شويه بقى فينش التركيز. وبعدين انت الفيرود النهارده هي ثقه، الفيرود النهارده لما بيجيب جون هي بس عاوز يجيب جون، زي فلافل. فلافل جاب جون واحد بس، جاب جون خلاص فتحت. هو محتاج بس يهدى شويه ويبقى عنده ثقه في نفسه وعنده ثقه في المجموعه اللي حواليه. هيبتدي ان شاء الله باذن الله يركز في المنطقه دي بس شويه ويجهز. اصل الفيرود ده هي بوزيشن بتاخده يجيب جون. هو لغايه دلوقتي البوزيشن ده برضه تايه منه شويه. ليه؟ برضه لسه في عدم الانسجام، عدم الفهم، عدم برضه معرفه القدرات اللي حواليه، محتاج برضه شويه وقت. بس اعتقد ان هو هيبقى ليه دور مع النادي الاهلي. انا معاك 100% في حاجه بتقوله، دايما بيبقى في نقد بناء عشان اللاعب يستفيد، وانا مقبول جدا بالنسبه لي. ده اللي هو بيتحرك خارج الصندوق 10 على 10، بيستحوذ على كورته، بيحرك الاطراف وبيدخل جوه الصندوق. جوه محتاج بقى الفينش، الدقه والهدوء. بالظبط ده كلام بالزبط. ده كلام محترم جدا، خصوصا في انهاء الهجمه. بالظبط كده. وخاصه ان هو طبعا يعني الماتش اللي فات بتاع الطلايع، انا يعني لو انا يعني بتفرج على الماتش عاوز الماتش ده يطلع 1-1. لو الماتش طول الاهلي اتغلب،
لا مش هجيب جون. انا شايف لا 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 الاثنين فرد اللي عندك مش واضحين مش موجودين. فبالتالي المجهود البدني اللي اتعمل في نص الملعب ومن الديفنس والاطراف كتير. الهجمه المرتده بقت صعبه جدا على الاهلي، والاهلي مش هيجيب جون، واي هجمه مرتده ممكن تجيب جون. الدرون بالنسبه للاهلي الماتش اللي فات كويس في ظل الفرد ما كانش موجود بشكل قوي. طيب حتى في لعبه انا ليا وجهه نظر ثانيه، وقول لي ايه رايك. ماشي. اللعبه بتاعت حسين السيد، حسين اللعبه لعبها قويه جدا، اللي هي فنش وليد ازارو، هي كانت قويه شويه. ده وجهه نظري من بعد انا كنت موجود في المباراه ومتابع عفله، وهي حنينه هيقدر هو يوجه، ولكن قوه وهو جاي بقوه كانت صعب الفينش يبقى. ما انت القوه دي محتاجه ايه؟ دقه. هو الدقه صح، بس ما هو التوجيه. هو التوجيه، هي مهما كانت قويه لو وجه راسه صح هتيجي جون. خلي بالك هو جاي من سرعه قاطع، فعشان يوجه بنفس سرعه الكوره كانت صعبه جدا. ابو تريكه في الجون اللي جابه في الزمالك واللي بيشوط مش عارف مين ده، شريف تقريبا، وراح حط رجليه وطايره. ما هي دي لمحه، خد بالك. صح. دي لمحه. فانت النهارده مش عايز اختلف معاك. انا لا طبعا، وطبعا أنا انت بتكلمني في السبعينات والثمانينات وانا لا مش عايزين نختلف. احنا مع بعض. كابتن حماده، ده هيخليني اسالك سؤال ونروح بقى بعيد عن الكابتن حماده. نجم كره القدم كمنصب سابق، الكابتن حماده المسؤول في اتحاد كره القدم وعضو مجلس اداره لاتحاد كره القدم. اخطاء التحكيم، بتكلم ضرب الجزاء واثنين وثلاثه واربعه، الاخطاء دي بتاثر على اتحاد الكوره بعيد بقى عن لجنه التحكيم؟ بص خلينا نتكلم بمنتهى الصراحه والامانه، من غير مجامله. من غير مجامله. التحكيم في الفتره اللي احنا فيها خدوا حقهم بنسبه 100% وفي الفتره الحاليه، لكن انا مش عارف ايه الشيء اللي ممكن نطور بيه التحكيم تاني. كل ما يحتاجه التحكيم احنا عملناه. مصروفات سابقه احنا صرفناها. معسكرات نعملها. مش عارف ايه مستجيبين. واحد مسافر مثلا اديله مش عارف زاد نديله. في حاجه عندنا ناقصه. امال لعبي العنصر البشري بقى. لما لا في حاجه عندنا ناقصه. هل النهارده العنصر البدني سهل جدا يتوفر. خد بالك. العنصر الفني سهل جدا برضه يتوفر. لكن في حاجتين مهمين جدا للحكم. ايه؟ الموهبه والثقه. يعني انا ممكن النهارده اجهزك بدنيا فنيا، لكن موهبتك انت بقى كحكم ايه؟ عندك موهبه. الحاجه الثانيه ثقتك. الثقه. ممكن اسالك سؤال هرجع لك ثاني لحماده المصري لاعب الكوره. وهو بيتفرج على مباراه الجيش وضربات الجزاء اللي ثلاثه ما فيش حد يختلف عليهم، بتشوف مع كلامك ده اللي دي امكانيات حكم؟ بامانه. لا اشوف، انا مش عاوز ابص الحكم احنا من غير انا طبعا اديته حقه في البدايه وممنوع النقد. انا بتكلم على مش عايز ارجع للكلمه اللي انا اتكلمت فيها، القصه مش فيه. بص دول اخواتنا الصغيرين او ولادنا، فلازم نساعدهم. بس انا بتكلم في عموميات، مش عاوز اتكلم، مش عاوز اخصص. تمام. يعني نحترم ده، نحترم. الناس كلها اتكلمت في، انا عاوز اتكلم في حاجات مهمه جدا. يعني انا مش عاوز اتكلم في ضربه جزاء بقى، ويبقى الاهلي مش عارف ايه والزمالك مش عارف ايه والاسماعيلي. انا الاسماعيلي كلموني، يا كابتن هنبقى زي السنه اللي فاتت ونتظلم. انا كلمني المهندس خالد فارو امبارح، يا كابتن هنتظلم تاني زي السنه اللي فاتت ولا ايه؟ راي شايف انت ايه يا جماعه؟ عشان نخرج من التحكيم ده فعلا فعلا يبقى عندنا حكام كويسين، احنا العنصر البدني سهل جدا نعمله، العنصر الفني سهل جدا برضه نعمله، الموهبه والثقه لابد ان يكون في محاضرات الثقه، مدرب شكل وهبه ومكانه وثقه. الثقه دي مش معناها التكبر، مش معنى النهارده انزل عند الاهلي انا عندي ثقه اروح مخسر النادي الاهلي عشان ان ده كبير، لا. الثقه اللي انت تبقى عندك نقطه تعادل في الملعب. عندك ثقه، عندك ما عندكش تهور، ما عندكش عصبيه. عندنا الله يرحمه كابتن محمد حسام، راجل عظيم كان حكم من الحكام الممتازين، وطبعا نتيجه اي مباراه بتاثر، يعني ضرب الجزاء ما تحسبش تاثر عليك، ضرب الجزاء عليك تاثر عليك. فان النهارده بتجيب جون الفرقه الثانيه بتفتح المساحات اللي ورا، فممكن تجيب جون ثاني. عكس النهارده ما انت بتيجي فيك جون الفرقه بتقفل وبتلعب على الهجمه المرتده. طول ما الجيم مفتوح اللعيبه اللي عندها مهاره وامكانات عاليه وقوه بدنيه عاليه تكسب. لكن طول ما الجيم مقفول هتبقى صعب جدا. يعني النادي الاهلي عمال يروح شمال وهنروح يمين والقلب مقفول، طب هيعمل ايه؟ ما هو انت النهارده قلب مقفول. فانا اعتقد يعني التحكيم ليه دور مهم جدا في عناصر اللعبه، عاوزين نستغله صح. اتحاد الكوره وفر كل الامكانيات، اللجنه بتاعت التحكيم، احنا بقى محتاجين النهارده عاوزين نشوف الناتج ايه. احنا كاتحاد كوره، احنا محبين للكوره، احنا بنحب الحكام، عاوزين نساعد الحكام، عاوزين نوصل للحكام لاعلى مستوى. بس النهارده هل الناس اللي ماسكه دلوقتي عندها القدره ان توصل اللي احنا بنقول ده؟
لو ما فيش يا جماعة نجيب خبير أجنبي. كابتن حضرتك كنت متعجب بصراحة، وهسألك سؤال واضح وصريح. تمام. كابتن رضا البلتاجي، كابتن جمال الغندور، كابتن عصام بيرجع تاني، مشي ويرجع، ده بيأثر على التحكيم التغيير الكتير ده؟ لا، ما بيحبوش بعضيهم يا شادي. وانا بقول ابيض ده تصريح خطير. صدقني يا شادي، ما بيحبوش بعضيهم. ما بيحبوش بعضيهم يا شادي، ودي نقطه خطيره جدا. يعني يمسك جمال الغندور الظاهر اللي احنا بنحبه، لكن الباطن عاوزين يغرق. يمسك رضا البلتاجي، عاوزين نموت رضا البلتاجي. لا معلش، سيب لي بقى اللقطات دي وارجع لي، لان الكابتن حماده بيقول كلام مهم في مصلحه الرياضه، واحنا اي حاجه فيها مصلحه الرياضه لازم نتكلم فيها. والراجل بحكم اللي هو كان موجود في كرسي الحكم زي ما بيقولوا، واللي هو كان بيدير الرياضه المصريه. اتفضل. انت قلت لي جمله خطيره جدا دلوقتي. بص يا شادي، قلت لي ما بيحبوش بعضيهم، وده الناتج بتاعه. بص يا شادي، خد بالك، احنا النهارده بنتكلم لمصلحه الكوره، مصلحه الرياضه. مالناش مصالح شخصيه مع حد. انا بقول لحضرتك اهو، اي رئيس لجنه التحكيم بيجي بيبقى حواليه اعداء، وفي بعض الاحيان بيظهروا انه قريبين منه. وانا شفت الكلام ده كله. جمال الغندور لما جه، لا كان في ناس بتكسر في جمال الغندور. رضا البلتاجي لما جه، ناس بتكسر في رضا البلتاجي. حتى عصام عبد الفتاح، وان كان عصام عبد الفتاح محمي باتحاد الكوره، الا ان برضه في ناس ضد عصام عبد الفتاح. المشكله ان نفس المنظومه التحكيميه يحبوا بعضهم باخلاص. مين اللي بيحمي الكابتن عصام؟ اتحاد الكوره طبعا. مفيش كلام، يعني هو قاعد موقف ساره. لا كان ما في، انا بتكلم، انا بتكلم جمال الغندور كراجل يعني رئيس لجنه حكام بس. لكن عصام عنده القدره اللي يتعامل مع اتحاد الكوره. اللي انا عاوز اقوله يا شادي، الحب باخلاص هيعمل انتاجيه، لكن النهارده المشكله الحب الظاهر. يعني معاك، لكن في الاخر هم بيقطعوا، هم عارفين كده. وانا بكلمهم بمنتهى الصراحه، الحكام حبوا بعضيكوا، خافوا على بعضيكوا، هتعملوا انتاجيه كبيره جدا. لكن الحب اللي هو مدهون بحب الحاجه كده، ده في الاخر لا جمال غندور هينجح، ولا كابتن رضا بداك هينجح، ولا عصام عبد الفتاح هينجح. كلكم هتفشلوا بعضيكم، لكن اشتغلوا مع بعضيكم تيم ورك زي ما بيقولوا، حبوا بعضيكم، كل واحد عنده علم، عنده فكر، عنده حاجه يقدمها، يقدمها باخلاص، عشان خد بالك الدور ممكن يجي لك وتلاقي الناس كلها تساعدك وتخدمك. ما انت يعني عارف، سؤال خبيث. ما ده مش حل بعد اللي انت بتقوله. انا صريح اهو في اكتر من كده. ما انت بتقول لي ما بيحبوش بعض، ده معناها مثلا كابتن عصام موجود النهارده، يبقى كابتن جمال الغندور وكابتن رضا البلتاجي مش عايزينه ينجح؟ انا كلمتك في عموميات بقى. خلاص بقى، يعني انا قلت لك لما كان موجود الراجل جمال الغندور كان بيتحارب. لما موجود الكابتن رضا البلتاجي كان بيتحارب. عصام بيتحارب على خفيف، عشان برضه هو داخل منظومه الاتحاد. على خفيف داخل منظومه. طب احنا عرفنا الانديه بتدفع الثمن ليه؟ ما انا بقول لك اهو، انا بقول لك اهو، سيبك، انا بنعمل معسكرات وبندفع التحكيم كله دلوقتي بياخد فلوسه كامله والمعسكرات كامله. المشكله في حاجتين اتنين زي ما قلت لك، انت عاوز الموهبه يبقى حكم موهوب وعندك ثقه. الثقه دي مش معنى التكبر على الفرقه الاخرى او اعمل منظر على نادي الاهلي او نادي الزمالك او نادي الاسماعيلي، لا، الثقه دي تبقى انت عادل. دي الثقه. كابتن حماده، انت غيرت لي اتجاه الحلقه، ده هيخليني اسالك سؤال، والوحيد بالصراحه اللي بيتكلم معايا بيها، وانا حابب ده لان دي النوعيه اللي احنا بنحبها. اسالك سؤال واضح وصريح، ليه بعض الاعلاميين بيهتموا جدا بفكره التحكيم ومين الحكم ده اللي رايح؟ بعض الاعلاميين، وليه ناس داخل اتحاد كره القدم دايما بيهتموا يبقوا عارفين برضو مين الحكم ده اللي رايح ومين اللي جاي ويسالوا ليه؟ لا بص، الحكام عندنا محكم محترمين جدا. خلينا كان بقى والله ما عادش معنى سؤالي اللي فيه اي حاجه، وانا بقول لك الكلام ده انا اقول لك الحكام عندنا ناس محترمين. اذا كان هناك اخطاء، هي اخطاء فرديه او غير مقصوده، ودي ناتجه عن عدم وجود خبرات عند حاجات معينه، وده وارد، وده وارد. لكن عندنا حكام محترمين، يسال ما يسالش دي حاجه ترجع له. لكن عندنا حكام 100% في الذمه الماليه 10 على 10. ان خد بالك الكاميرا موجوده، الكاميرا موجوده في كل المباريات، والحكم عاوز ينجح صح، ومحتاج ينجح ومحتاج يكبر. ان كل ما يكبر النهارده هيتواجد في افريقيا، هيتواجد على كاس العالم، ويبقى ليه مكانه. لكن حكامنا محترمين من ناحيه الذمه الماليه. طيب عايز احط حضرتك لمده دقيقه كمسؤول في النادي الاهلي، لمده دقيقه. صعب قوي يا شادي، عشان خاطر صعب قوي. بس هتقول لي هتتصرف ازاي. انت موجود في مباراه للنادي الاهلي امام طلائع الجيش، ليك ضربه جزاء واثنين وثلاثه واربعه وتصريح في ظل الضغوط اللي انت خارج من المباراه، حسيت اللي مش عايز يتحسب حاجه، وقعدت على عملت تصريحات بعد المباراة، ورحت جاي قايل ده واحد اتنين تلاتة اربعة بكل ادب واحترام،
وما غلطتش في حاجه، تروح جاي النهارده وانت قاعد كمسؤول داخل النادي الاهلي ولقيت 20,000 جنيه غرامه على سيد عبد الحفيظ اللي هو ولا حول ولا قوه ولا قال اي حاجه غير بيقول ما ينفعش البدايه تبقى معانا كده. شوف بصراحه ما انا اقول لك بصراحه طبعا لجنه المسابقات هي شايفه خدت بالك، والحاج عامر حسين طبعا يعني خبره كبيره، خلينا نتكلم برضه بيشيل هموم كبيره جدا في الدوري وراجل بيتحمل اعباء كبيره جدا بالنسبه للضغوط سواء امنيه سواء اعلاميه. فطبعا انا مش متابع الحدث، يعني مش متابع ان السيد عمل ايه، معلش انا مش اقدر اقول لك، يعني انا ايه ما انا ممكن النهارده اقول لك ايه يا جماعه ما تبدوش معانا بالشكل ده، ممكن لا بشكل تاني يبقى في نوع من الاثاره وفي نوع من التهديد وده غير مقبول غير مقبول. طبعا انت النهارده لما تبقى راجل مسؤول ما حدش هيهددك، ولابد ان يكون في انضباط للجميع. انا في قناه الاهلي ونادي الاهلي علمنا المبادئ والقيم والاخلاقيات ومفيش تلاعب الفاظ، احنا النهارده موجودين عاوزين النهارده نبقى قدوه في كل حاجه. من يعني من المفروض ان النادي الاهلي ده يبقى مثال لكل شيء. والنادي الاهلي محطوط في ضغوط كبيره جدا، الضغوط دي متعودين عليها. فعارف انت بتنزل الحكم ممكن يبقى ضدك او معاك بعض الاحيان. فبالتالي في خطا. انا برضو لازم اعمل كنترول بخبرتي بقى. انا مش عاوز اوصل حد يخصم مني، انا مدير كوره، انا مدير فني، انا مدرب عام، انا كيان كبير. فما تخليش حد يمسك عليك حاجه. احسن حاجه دي. يعني على قد ما تقدر وانت مسؤول كبير في كيان كبير اتصرف تصرفات كبار. ما تتصرفش تصرفات زي نادي تاني يبقى اتخذ عليك، لا مش مفروض. اقول لك على حاجه تفضل. انا موافق، عارف ليه؟ لان الكبير عمره ما بيخرج منه لفظ لاي مسؤول جوه المنظومه، لانه قدوه طبعا، لانه قدوه طبعا، والكبير بيكسب في ظل الضغوط طبعا، والكبير كمان اللي ما بيطلعش يغلط في لجنه وبعد كده لجنه تانية ونعلق شماعات. ايوه. وفي الاخر ما هو نفس اللجان ما كانتش بتتكلم، هو ده اللي خلاني اسال حضرتك السؤال. ما هو انت احنا عاوزين ايه؟ العداله في كل شيء، مصيره عداله، احنا مش عاوزين نبص الوان يا شادي. عشان كده بقول لك انت النهارده في ناس قلقانه الحكام هتبقى معانا ولا ضدنا؟ لا 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 لا، احنا عاوزين نحط الثقه في الحكام زي ما قلت لك، دي مهمه جدا، مهمه جدا. حط ثقه في الحكام، والحكام لابد يساعدوا بنفسهم. انا عاوز الحكم المصري ده يبقى حكم من احسن حكام في العالم، كل حكام العالم بيغلطوا. طب انا اسف ان انا هوقف حضرتك، اتفضل. سؤال اخير في الجزئيه دي عشان اخرج منها. طيب لجنه الحكام بتكيل بمكيالين صح ولا غلط؟ لا طب يعني تفتكر هقول لك ايه يعني؟ لو قلت لا انا قلت بكيل بمكيالين تبقى كارثه. يعني تبقى كارثه لو انا عندي ثقه، لو انا اعرف ان لجنه الحكام بكيل بمكيالين تبقى كارثه. يعني تبقى كارثه، ازاي لجنه الحكام لجنه بتدير مسابقه فيها ملايين بتصرف فيها، يعني ناس بتكسب وتخسر لا لا طبعا ما اعتقدش الكلام ده خالص، ما اعتقدش ما اعتقدش. كابتن حماده اتكلمنا، عايز تقول حاجه كمان؟ احنا اتكلمنا في بعض الاخطاء والمشاكل، دخلنا شويه كوره وشويه اداريين، عايز ارجعك للكوره تاني. تمام. لو انت مكان الكابتن حسام البدري في مباراه الترجي، تبتدي المباراه ضاغط من قدام ولا تستنى؟ لان انت قلت لي مباراه شوطين. هتحط عناصر هجوميه ولا هتعمل توازن ما بين الدفاع والهجوم، ولا هتحط عناصر دفاعيه الاول تشوف الشوط الاولاني هيمشي ازاي؟ انا بكلمك فني بقى وكوره. بص انا مش هعمل فيلسوف واقول لك هلعب ازاي. اولا قبل ما احط فرقتي لازم هشوف فرقه الترجي. انا هلعب ضاغط، طب هم بيلعبوا ازاي؟ طب انا هلعب زون، طب هم بيلعبوا ازاي؟ طب هم قدراتهم وامكانياتهم ازاي؟ هل هم عندهم قدرات فرديه تقدر يعملوا هجمه مرتده لو انا ضغطت؟ طيب انا لو ضغطت يبقى غلط. يبقى انا النهارده قبل ما اعمل فرقتي واظبط فرقتي اشوف المنافس قدراته ايه وامكانياته ايه؟ بيلعب ازاي؟ اسلوبه ايه؟ اتوقع هيعمل ايه؟ وبعد كده انا احط. لكن انا اقول لك انا هنزل العب ضاغط. يعني طب ضاغط الهجمه المرتده منظمه ازاي؟ طب النهارده هلعب تلت ملعب، طب النهارده هعمل توازن بالنسبه لي، طب النهارده انا عندهم هم لعيبه مميزه، طب عندهم اطراف مميزه، طب عندهم خص حسابات كتير. طب حسابات كتير، ما اقدرش اقول لك النهارده ايه، اقول لحسام بدري يا حسام اعمل حسابك تلعب باسلوب مش عارف ايه، لا لا لا. ليه؟ اعتقد الكابتن حسام هو اكتر واحد وجهازه المحترم اللي معاه هيدرسوا فرقه الترجي، بناء عليه هيعرفوا نقاط القوه والضعف والامكانيات اللي هي بتاعتهم. هل عندهم خطوط ورا تقدر تشتغل عليها؟
نص الملعب بيتحرك ازاي، ساعه الدفاع وساعه الهجوم، اللاين فيرود بالنسبه له ايه امكانياته، هل هو عنده سرعات، عنده بيصوب بياخد العرضيه. انت كمدرب بقى خد بالك الراجل ده مهاراته كذا وامكانياته كذا، بتوظف لعيبتك زائد اللي انت عاوز تكسب، عاوز تاخد المباراه ازاي ياخدها بقى. عنده خد بالك الناحيه الشمال شويه، الراجل ده ما بيميلش مش عارف ايه، انت ممكن نختارك من بين الاثنين. فانت النهارده ايه كابتن حسام هو هيبقى ادرى بالقصه دي كلها، يقدر يشوف يدرس وبعدين خد بالك النهارده زي ما قلت لك الماتش 180 دقيقه. كابتن حماده عجبتني في ايه؟ في ناس كتير ممكن تسال، انا اكلمك بقى عشان تعرف زي ما انت بتكلمني بصراحه في كل حاجه، انا صريح معاك جدا وممكن حد يزعل مني مش مشكله. ماشي. لما انا قلت لك كان ممكن تقول لي لا يبتدي ضاغط ومش عارف، لا الافضل بقى. قلت لي ايه؟ هو لازم يذاكر الفرقه، ده كلام الكوره الموضوعي، لازم يذاكر الفرقه ولازم يشوف لو عنده عناصر فرديه. انا طبعا حافظ كلامك اللي انت قلته، فلو عمل كذا فلا هضغط من قدام، لا استنى اشوف عشان افاجئه بفكر تاني ان انا ذاكرت الفيلم. مش اللي انا بقى ما اتكلم واتدخل في الفنيات وده ما لعبش ليه ومش ده الكلام المحترم ده مثلا اللي اتمنى كل الدنيا تتكلم بالاسلوب ده او كل المحللين يبقوا كده. اتكلم ده كلام قبل المباراه، بعد ما اشوف اتكلم في سلبيات وايجابيات. هبتدي بقى تقيم بقى ليه. انت ممكن تشوف فرقه تحس ان الفرقه دي عاليه جدا، لما تيجي تلعبها تحس ان كانت قلت. الله صح. لا الكرات اختلفت صح. ده انا بقى بتكلم في واقع. يعني واحد بتشوف فرقه مباراه الصفاقس كانت كده. في مصر كانوا اجمد من تونس. من تونس كانوا هنا مقفلين جامد جدا، هناك فتحوا شويه، نقلنا عليهم كوره كانوا بيتعذبوا. مظبوط. طيب انت النهارده زي ما قلت لك المباراه 180 دقيقه، يا جماعه اوعى تفتكروا اي نتيجه، اي نتيجه هتحسم اللقاء. اللقاء هتحسم في تونس برضو، عشان تبقى عارف ان فرقه الترجي مش سهله. الاهلي فرقه عنيده، فرقه قويه، عندهم مجموعه لعيبه خاصه لما تحط تحت ضغوط الامور بتختلف تماما. اللي بيطلع بقى العنصر الاصيل اللي هو يبتدي يركز ويبتدي ينظم ويبتدي لا المباراه المباراتين هتطلع بشكل محترم من فرقتين كبار ان شاء الله. ان شاء الله كابتن. عندي سؤال مهم جدا ومن اهم الاسئله، لان انت كنت في المطبخ، تقدر تقول لنا الكواليس في ايه عشان نعرف كمان واحنا بنتكلم احنا رايحين فين وجايين منين. لما بنتكلم على عوده الجماهير، بقالنا سنتين بنقول عوده الجماهير خلاص ده السنه الجايه، والجماهير مستنيه مفيش. تصريحات من كل مسؤول السنه الجايه مفيش جماهير. النادي الاهلي النهارده داخل على مباراه افريقيا، مباراه المنتخب حاجه جميله وحاجه مشرفه في وجود وزير الشباب والرياضه، وكان مبسوط جدا بشكل الجماهير، وتيجي عند النادي الاهلي تقول لي 20,000. بص الملف ده مهم يا جماعه، كره القدم للمتعه، كره القدم للمتعه، كره القدم فيها جزء من التعصب. شوفوا العالم كله في ايه، فرنسا قنبله في الملعب، والشعوب الاجنبيه دي قلبها مش حديد زينا، قلبها يعني بيخافوا شويتين ومش متعوده على الكلام ده. لما بيحصل الكلام ده وقنبله في ملعب في فرنسا، الدنيا تقف بالخوف اللي عندهم. الناس ولعت شمع وقعدوا اربع خمس ايام، والدوري رجع بجماهير زي ما كان. ده الدوري ما قالوش بقى هناك امور استثنائيه وعندنا لا. بص عاوز اخسر، احنا عندنا مشكله. اتفضل. المسؤولين عندنا بيطلعوا يصرحوا، بقول اللي بيحصل ايه؟ قول لنا بقى الحقيقه واحنا سايبينك خالص. ما بين الدورين هيرجع الجماهير. لا يا جماعه شويه معلش، بعد ماتش الاهلي والزمالك هيرجع الجماهير. صح. على اول الدوري ان شاء الله باذن الله في جماهير. هي بيعملوا برشامه او تهدئه للجماهير، ده غلط. انت ما تديش يعني ما تكذبش على الناس. ليه؟ اولا انت ما عندكش قدرات تاخد قرار. خلينا بس اتحاد الكوره او الوزير. خلينا نتكلم بمنتهى امانه يعني، لا اتحاد الكوره عنده قدره ان ياخد قرار يرجع جماهير، اللي احنا حاولنا وقعدنا مع المسؤولين ما عندناش، احنا ما عندناش قرار عشان تبقى فاهم. طب بيتقال لكم ايه؟ وهقول لك، والوزير نفس القصه ما عندوش قرار. فانا بستغرب ان بيطلع حد من اتحاد الكوره يقول لك في جماهير. طب امال الوزير بيصلح وغلط الجماهير هترجع كل غلط السنة. ما عنده، هو مش صاحب قرار. الوزير ليس صاحب قرار في عوده الجماهير. هو الوزير يتمنى زيك زي اي حد. انما هو مش صاحب قرار. القرار في ايد جهه معينه هي صاحبه القرار، هي اللي تحدد. ومن الصعب جدا اللي انت النهارده في ظل احداث مثيره من اطراف معينه ترجع الجماهير. اطراف في المنظومه؟ في المنظومه. انت عامل اثاره. انا فهمت كده. انت عامل اثاره. فانت محتاج النهارده ايه؟ اول حاجه عشان ترجع الجماهير تعمل ايه؟ تعمل تصالح. تصالح ما بين الناس، يبقى عندك النهارده الناس في تصالح على اساس ان يبقى في قبول
مش معنى عندك ناس في السجون وناس مرميه وناس محطوطه وتقول لك رجع الجماهير، ترجع ازاي؟ رجع من ازاي؟ انت عارف انت هتتهاجم ازاي بعد الكلام اللي انت بتقوله ولا لا؟ لا انا بقول كلمه الصراحه، انا بكلمك بصراحه. لا 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 بص، ده ملف ممنوع تتكلم فيه. لا لا بص، انا الاطراف كلها حبايبي واصدقائي وعلاقتي بيهم علاقه طيبه جدا، انما في الاول في الاخر انا بقول كلمه من وجهه نظري انا شايفها. عوده الجماهير مرتبطه بحاجات معينه، عوده الجماهير محتاجه تنسيق مهم جدا، مش كلام. ده هيخليني اقول لك انا دايما معلش انا اسف، او اسف ليه؟ انا منحاز للجماهير جدا. شيء طبيعي يا شاهد. الجماهير مظلومه؟ لا مظلومه اللي هي ما رجعتش لغايه النهارده. هقول لك حاجه خطيره جدا. هو مين متاثر بعد عوده الجماهير؟ اسماعيلي، المصري، الاهلي، الزمالك، الاتحاد السكندري، الانديه الشعبيه. الله، هو الفرق بين الاهلي وبين اي نادي؟ جمهور. جمهور مع عناصر، مع لعيبه مميزه. لكن انت النهارده بتحرم الانديه الجماهيريه اللي انت النهارده يبقى ديها دافع. انت حرمت الناس النهارده، سويت الانديه البتروليه او الانديه القوات المسلحه او ديت الشركات بالنادي الاهلي والزمالك. الجيش النهارده بيلعب الاهلي، في فرق؟ ايه الفرق؟ فرق اللعيبه، مفيش فرق. التاني في فرق مؤثرات تانية، حماس تاني. فده موضوع كبير يا شادي، مش بتاع اتحاد الكوره، مش بتاع الوزير، ومفروض الوزير ما يطلعش يتكلم بقى في القصه كتير، ان هو كلامه كتير ده بيأثر على القصه، المفروض ما يتكلمش، لان دي مش بتاعته، ودي بتاعته اتجاه معين هو اللي بيحدد بقى. خدت بالك انت؟ دي منظومه فوق كبيره بتحدد امتى الجمهور ده يرجع تاني. مش ضد الجماهير، حفاظا على الجماهير. خد بالك، حفاظا على الجماهير. ازاي وقد ايه والكميه ازاي؟ دي المنظومه اللي تحطها. كابتن هستأذن حضرتك وتوعدنا دلوقتي، احنا بنخاطب من ضمن الحاجات هقول على الهوا، واللي عايز لو كله هيسرق الفكره دي يسرقها، لان مصلحه الرياضه يبقى في جماهير. طبعا بنخاطب الامن اللي يبقى موجود مسؤول معانا هنا. حضرتك مهم جدا تبقى موجود بالكلام اللي بتقوله اللي فيه صراحه ومصداقيه، انا مصدقك. في حاجه بس ما تقول لي حاجه وانا لا في حاجه بقى. ده احنا بنتكلم على الدوري، لكن تعالى بقى للمباريات الافريقيه. ايوه ده نحكس هنا، الكلام اتغير. اتفضل. بنتكلم على منتخب مصر. عايز تعمل ايه في افريقيا؟ بص، بنتكلم على منتخب مصر وبنتكلم على الانديه الافريقيه. لا، لازم مسانده ومؤازره جماهيريه. ما ينفعش النهارده انا اروح العب في ملعبي كنادي الاهلي معايا 20,000، واروح العب في تونس الاقي 60,000 70,000. ما هو كمان يبقى في يعني لازم في مساعدات. اضحكلي. لا وبعدين خد بالك النهارده ان كل الناس جايه تشجع نادي واحد اللي هو النادي الاهلي. صح. وكل الناس خايفه على النادي الاهلي، كل الناس عاوزه تحافظ على النادي الاهلي، فالاتجاه يبقى للنادي الاهلي. زود شويه. هو برافو عليك، انت بتتكلم كلام موضوع. زود، قلنا المنتخب مثلا حضر 60 65، خليهم النص 30 40. في اوغندا يا شادي، ده اوغندا دي فرقه تعبانه قوي، خد بالك. هنتكلم احنا عملنا قيمه لاوغندا يا شادي. ده شادي، اوغندا دي ما تيجي تلعبها بنحطها ما تحطش في الترتيب. اول مره تكسبك في التاريخ اساسا، وما تكسبكش ابدا. وفرقه ما تكسبش حد. انت وصلت كاس العالم. عمليا انت وصلت ان استحاله اوغندا تكسب غانا. لو اوغندا كسبت غانا دي الامر مش طبيعي. يعني فرقه اوغندا كالتقييم فني، لا فرقه تعبانه جدا جدا. احنا عملنا لغانا دي قيمه، يعني التواجد الجماهيري وواحد صفر وتكسبنا، ده احنا عملنا لهم قيمه. ان اوغندا دي كفرقه او كمجموعه دي بعيده خالص عن يعني ما فيش حاجه. يعني فرقه بتلعب 90 دقيقه ما وصلتش الجون الا كره عرضيه بالدماغ وخلصت. ومع ذلك انت عندك نجوم، عندك لعيبه محترفه، عندك امكانيات موفره للمنتخب ده ما حصلتش قبل كده، ما توفرتش لحسن شحاته. عندنا حاجه ما استغلناهاش لغايه النهارده، اللي هي ايه؟ انت عندك قدرات هجوميه غير طبيعيه في الجيل ده، مخرجت منها 5%. انت عندك بص، اللي احنا واجهناه في المنتخب الاولمبي هو اللي بتواجهه حاليا في المنتخب الاول. انت ما عندكش فيرد ولا عندك باك ليفت. خدت بالك؟ مع العلم بقى اقول لك حاجه بقى اول مره هقولها. في تكوين المنتخب بتاع كوبر ده كان في منافسه ما بين الحضري وبين احمد ناجي مين يتولى المسؤوليه بتاع تدريب المنتخب. يعني يعني الحضري كان مرشح يمسك منتخب مصر حراس مرمى اول ما جه كوبر. ده اول مره، اول مره حد يعرفه. بتتكلم بجد؟ عصام الحضري كلمته معاه؟ لا، هو كان في تم ترشيحه كان هيبطل. شوف بقى انا بكلمك ازاي. يعني عصام الحضري كان مرشح يمسك منتخب مصر مع كوبر. وبعدين جينا بنرشح، انا كنت عاوز احمد ناجي. بكلمك بصراحه، لعصام الحضري لسه كحارس كحارس احسن حارس جاب تاريخ مصر. دي حقيقه عصام الحضري. انما بتتكلم على ناجي،
ناجي كان واخد خبرات من النادي الاهلي وجات خد خبرات كبيره، لكن عصام الحضري لو كنا التصويت طلع كان ممكن عصام الحضري يبطل ويمسك مع كوبر مدرب حراس مرمى. ده اول مره على فكره حد كان مرشح هو ومين تاني عايز اعرف؟ واحمد سليمان. بس احمد سليمان كان عضو مجلس اداره في نادي الزمالك، كان شايف وكان بيتكلم مش عارف، قلنا لا خليه عشان ما حدش يحصل مؤثرات. فاحمد سليمان استبعدناه، وكان ما بين عصام الحضري وما بين احمد ناجي صوت واحد خده عصام و10 اصوات خده كابتن فكري صالح. لا اللي كان مرشح ثلاثه زي ما قلت لك، عصام الحضري واحمد سليمان واحمد ناجي، وتم اختيار احمد ناجي وربنا وفقه في المرحله اللي هو فيها. طيب انتوا عاملين لنا حاجه في عقد كوبر، ان انتوا اللي جايبين كوبر عاملين لنا حاجه في عقد كوبر يتضاعف المرتب او حاجه لما يوصل كاس عالم يتعادل؟ شوف كوبر احنا طبعا بتمنى له التوفيق بعيدا عن اي حاجه، ان التوفيق وانا معاك كده، ان هو طبعا وصلنا كاس عالم ونبوس راسك يعني وصلنا كاس عالم بهدف حققناه. وبعدين انت القصه مش قصه وصول كاس عالم يا شادي، عشان ما تبقاش فضيحه. خد بالك انت النهارده ملموم. انت لو وصلت بكاس العالم بالاداء اللي احنا فيه ده هتبقى فضيحه. هتبقى فضيحه. بس كابتن خلي بالك في نقطه فنيه عايز اقولها، انت راجل لعيب كوره كبير وعارف تمام، عملنا ايه بالاداء الجمالي ما وصلناش كاس عالم برضه؟ لا ما بتكلمش على الاداء الجمالي. ما الاداء الجمالي يعني مش موجود. لكن انا بتكلم على اداء تاني. انت النهارده بتتكلم انت وصلت لكاس العالم، انت الهدف وصول كاس العالم، بس تبقى حتى تطلع زي منتخب 90 شكلك مقبول. لكن انت تنساش الزئير وسط قبل كده كاس العالم واتغلبت من غزافه 9 واتغلبت من كل فرق 7 و6. فانت النهارده مش عاوزين نفرح وصلنا كاس العالم، احنا يعني خلينا ايه عاوزين نوصل كاس العالم، لكن ما بعد يعني عاوزين نظهر قدام العالم. انت عاوز توصل كاس العالم ليه يا شادي؟ نقله ثانيه خالص عشان الناس تشوفني. حلم صح كده؟ تشوفني ازاي بقى؟ هو الهدف انا اوصل كاس العالم عشان الناس تشوفني وحش؟ ولا انا عاوز اوصل كاس العالم النهارده عشان ابان ابقى مرايه مصر بقى؟ توصل كاس العالم يا شادي اللعيبه بتتغير احترافها، المدرب المصري بيتغير، حتى الطابع المصري والجمهور المصري بيتغير. شوف الناس قد ايه هتنتمي الى كره القدم، بالاضافه هي طبعا انتماء لكره القدم. فوصولك لكاس العالم هيرتبط بحاجات مهمه جدا، عشان يبقى التخطيط مهم. مهم جدا بالنسبه لنا اظهر بالشكل اللائق بينا، لكن مش مهم اوصل بكسبت اوغندا وغانا طلعوا وصلت كاس العالم فرحت بكاس العالم. ما بعد هنعمل ايه؟ عندنا قدرات وامكانيات نطور ونظهر بشكل محترم ولا هنعمل ايه؟ انا برضو موافق على الكلام ده، لان احنا رحنا 3 كاس امم وخدنا 3 كاس امم والتخطيط اللي انت بصيت له قدام ما كانش موجود. فرحنا ما رحناش 3 بعديهم، وده الانجاز في الاداره في علم الاداره اللي ما بيحصلش غير هنا. ده حاجه كانت غريبه. الملف الاخير مع حضرتك ماشي عشان نوضح امور. ولو مش عايز نتكلم فيه وهيبقى فيه حرج لحضرتك نتكلم في حاجه تانية، وهو الملف اللجنه الاولمبيه. تمام. انا عارف لحضرتك عضو مجلس اداره في اللجنه الاولمبيه، وانا عارف اللي انت على مائده الحوار ما بتقبلش الغير تقول رايك والصح. تمام. وانا مش بقول كده نفاقا وراء، انت ده معروف عنك. فانا عايز افتح بعض الاسئله عايز تتكلم فيها احتراما، انت ضيفي ولازم احترم وجه. عايز تتكلم فيها ولا مش عايز تتكلم؟ لا شوف احنا ممكن نتكلم، بس خد بالك انا هنا جاي ضيف في النادي الاهلي، انا عضو مجلس اداره الاولمبيه، برضه لازم احافظ على الكيان اللي انا فيه. تمام. احترم يعني ده يعني انا احافظ على المهندس. عندي سؤالين. حطب عندي سؤالين. عندي سؤالين. استاذ جاسر الرياض عضو اللجنه الاولمبيه، اللواء جاسر الرياض، اللواء جاسر الرياض انا اسف، وكان موجود في احد الندوات وقال اللي بيعمله النادي الاهلي صح، وانا عضو في اللجنه الاولمبيه والنادي الاهلي الخطوات اللي ماشي فيها سليمه، ومن حقي انا موجود هنا بصفتي عضو في النادي الاهلي، ومن حق النادي الاهلي، ده كلام واضح وصريح من غير ما اعرضه، انا عرضته كتير، وقال من حق النادي الاهلي يعملها على يومين. تمام. ولما يبقى في مائده الحوار ده كلامي هيبقى في اللجنه الاولمبيه. الراجل بعدها ولا بيظهر، انت بتضحك اهو، ولا بيظهر في برنامج ولا بيتلو مكالمه، ما بيردش. خوفوه. لا بص، لا طبعا احنا عندنا امانه يا كابتن. لا بص، عشان دي كلمه العدل، عشان نوضح للناس امور كتير جدا اتكلمنا فيها. اولا احنا ما قعدناش مع بعضينا عشان نشوف ملف النادي الاهلي. خلاص. ايه ده؟ ماشي.
ماشي. اللجنه الاولمبيه احنا في عندنا لجنه محترمه جدا. قول لي الاسماء لو سمحت. اللجنه الاولمبيه عندنا المهندس هشام حطب واحد، الدكتور علاء مشرف اثنين، الدكتور علاء جبر، علاء جبر، الدكتور خالد حموده، الدكتور عباس زونيم، اللي هو سامح مباشر، الدكتور شيفر عريان، الدكتور علي حسب الله، اللي هو جاسر رياض، اللي هو سامح مباشر، حماده المصري. اعتقد دي ده دولت بس. لا 10 10 10 وبعدين قبل كده كان المستشار خالد زيد. اسماء شخصيات محترمه جدا كلهم خالد، والمستشار خالد زيد كان قبل المجموعه. طب ما انت كده يعني، انا مش عايز عشان احترم وجهه نظرك اللي انت قلتها لي، انت قلت لي حاجه غريبه جدا، قلت لي ان احنا ما اجتمعناش. بص امال القرار راح للنادي الاهلي في الجريده الرسميه. بص احنا عندنا لجنه هي قانونيه مشكل المهندس محمد مرداش، وبصراحه يعني اشكره على المجهود اللي بيبذلوه كلهم. موقفهم ايه من موقف النادي الاهلي؟ لا ما سالتهمش، خلينا نتكلم بصراحه. انا كنت في لجنه اولمبيه اول امبارح، وكنت قاعد مع الاستاذ احمد عبد المطلب والمستشار محمد مرداش. ما اقدرش اخش اللجنه الاولمبيه اتكلم مع مستشار على النادي الاهلي، لكن ممكن اتكلم مع المهندس هشام حطب. انما صحش اتكلم مع. طب انت بتقول لي يا كابتن ان انتوا ما اجتمعتوش اساسا. كويس، لكن انا القرارات دي طلعت ازاي من غير ما تجتمعوا كلكم؟ في معناها اللي من وراكم حصل الكلام ده. في فرق، في فرق النهارده اللي القرار طلع من خلال اللجنه زي اي زي نادي. خد بالك، هو هقول لحضرتك على حاجه. طيب. انا احترم فيك الجمله مهمه هقولها دلوقتي. طيب. في عمل كلام جماعي وانتوا قاعدين مع بعض اخدتوا القرار، هيطلع القرار كذا. لا مفيش قرار. حضرتك بتقول، حضرتك قلت لي مفيش قرار. ما خدناش قرار. ما خدتوش قرار؟ هم ال 12 في الجريده الرسميه ده. بقول لك بص، هم وحصل حصل كالاتي. احنا خدنا قرار بتاريخ 8/6 كان في رمضان. كان الساعه 5 اجتماع والفطار الساعه 7. قالوا لنا يا جماعه هنقعد ساعه عشان نشوف اللجنه الموضوع الاستشاريه ده، نشوف قصته ايه وترتيبه ايه وهنعمل ايه والقصه دي كلها. فجينا الساعه 5 هي ساعه، فانا مضيت. بس بعد ما مضيت قلت انا غلطت اللي مضيت، اللي انا كنت لازم استرجع كل البنود وكل المواد اللي داخل القصه دي كلها. لما جت بقى مراكز الشباب انا ما كنتش موجود. الحاجه بقى السيئه، السيئه اللي انا بقى بعيدا عن النادي الاهلي بقى، اللائحه الاستشاريه بالنسبه للانديه هي بالنسبه للشركات. الشركات؟ ودي الكارثه. دي الكارثه. خد بالك، انا قلت للمهندس هشام حطب يا باشمهندس لما تيجي تحط اللائحه بتاعت الشركات اكون انا موجود، اللي انا ابن الشركات. انا مول العرب، انا بتروجيت، فانا ابن الشركات. يعني انا عارف المجالس اللي بتعمل ايه وقصد ايه. محطوطه هي 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 بتاعت النادي الاهلي هي هي. طب وده ينفع؟ وده ما ينفع، وده الغلط. خد بالك شادي، خد بالك عشان بامانه ما نظلمش المهندس هشام حطب. امال مين اللي عمل اللائحه؟ مين اللي عمل اللائحه؟ الوزاره. احنا ما عملناش حاجه، احنا ما عملناش حاجه. الوزاره اللي عملت اللائحه دي. احنا ما عملناش حاجه كلجنه اولمبيه. كابتن معلش، حضرتك عضو في اللجنه الاولمبيه. عشان كل جماهير الاهلي، انا ما اعرفش اللي احنا هنتكلم في الموضوع اصلا، ومش مخططين. الكابتن قال عايزين نتكلم كوره والترجي وبتاع. فلو سمحت، مين اللي عمل اللائحه الاسترشاديه؟ وزاره الشباب والرياضه. احنا بصمنا عليها في ساعه، كان قبل الفطار. انا بقول لك اهو بالظبط كده، حتى حاولنا نتناقش مفيش وقت. مفيش وقت، خد بالك مفيش وقت. الوزاره، بص عشان ما اظلمش المهندس هشام حطب واللجنه الاولمبيه يا جماعه. احنا يا جماعه في حاجات غصب عننا عملناها عشان خاطر الظروف وتنسيقا ما بين الوزاره والمهندس هشام حطب. لكن احنا عملناها. المهندس هشام حطب مظلوم في حاجات كتير جدا. انا هضطر ليه اعتراض على حضرتك. اعترض. اول حاجه حضرتك بتقول لي الوزاره هي اللي عملت، احنا بصمنا. أيوة. فده حاجه. أيوة. حضرتك قلت لي، انا بسال حضرتك دلوقتي على ازاي اتحطت في الجريده الرسميه، وانت قلت لي 10 افراد وانا قلت لك كلهم اسماء محترمه، قلت لي ما نعرفش حاجه، ده القرار طلع من غير ما نعرف. بالظبط. ده كده ادي موقفين. ماشي. طب عندي حاجه جت في بالي دلوقتي، عشان تمام. النادي الاهلي هيلجا للجنه، هيكسب المنازعات في اللجنه الاولمبيه الدوليه. اللجنه الاولمبيه الدوليه. او لجنه المنازعات المفروض. فض المنازعات بره. لا فض المنازعات هنا. هنا هنا ما تنفعش. مين اللجنه كده؟ بص لا انا عايز اعرف، انت حضرتك عضو في اللجنه الاولمبيه عشان خاطر يريحني وريح جماهير كتير. انا هريحك. انا هريحك. بس في حاجات ما ينفعش اقولها يا شادي. ليه ما ينفعش؟ معلش معلش حفاظا. كابتن الموضوع ده خطير. معلش. متعلق بيه جمعيه عموميه محترمه، اعلاميين زايده. الضمير مش موجود. اولا انا، انت عارف بتثبت ايه يا كابتن؟
بتثبت لي دلوقتي قدام مصر كلها. انت قلت لي في حاجات ما ينفعش، انا مش عايز انفع بس نوضح للناس. طيب الناس اتهمتنا احنا ان احنا ولاد الاهلي اللي على باطل، اتهمونا اللي احنا بننافق وتابع مجلس فلان وتابع مش تابع مجلس فلان. يا كابتن اللي انت بتقوله لي ده بينصر صوت كلمه الحق في البلد دي. كويس كويس كويس. انا بسال سؤال، اللجنه يا كابتن، في لجنه للنادي الاهلي هيروح لها اتشكلت؟ انسى اللجنه دي خالص. لا مفيش. في لجنه. مين؟ في لجنه هقول لك عليها. هي احنا ايه اللي دخلنا في المشكله دي؟ حاجتين اتنين. ايه هم؟ تعنت من اللجنه الاولمبيه وكبر من النادي الاهلي. خد بالك عشان نكون برضه واضحين. اللجنه الاولمبيه تعندت. ليه؟ مش عارف. النادي الاهلي من مسانده الوزاره ليها؟ لا النادي الاهلي نفس القصه. ليه؟ انا النادي الاهلي معلش انا هقف بس عايز اعرف نقطه، هو اتعندت مع النادي الاهلي ليه؟ لما انا هقول لك اهو. لا ما هو في اتنين. انا النهارده مش جاي يعني هاجم اللجنه الاولمبيه ولا دافع عن النادي الاهلي. لا احنا مش او العكس. الموضوع جه بالصدفه كده. ماشي ما انا جاي اهو انا جاي لك واحده واحده. النادي الاهلي برضه اتعامل الموضوع بكبر. انا عندي لجنه اولمبيه وعندي وزاره. دول كيان كبير لازم اتعامل معاه برضه كبير. تمام. مهما كنت انا كبير انا عندي منظومه وانا متفق اشتغل بيها. وانا متفق. الحاجه الثانيه انا كلجنه اولمبيه وانا قلت الكلام ده مهندس شرم حطب. ما ينفعش اتعاند مع النادي الاهلي. ليه؟ ما عندكش حاجه في اللائحه ولا في القانون تمنع النادي الاهلي يعمل الانتخابات على يومين. انتخابات بالنسبه لل مش الانتخابات اللي هي التصويت على التصويت على اللائحه بتاعت النادي. خلاص. فانت ما عندكش الكلام ده. ما عندكش الكلام ده. يعني انت في الاخر الاهلي عملها على يومين. الاهلي 160 الف ونادي المطريه في الدهليه 330. اعمل نادي الاهلي زي نادي المطريه في الدهليه. ده 330 وده 160 الف. ما هو برضه لازم يا جماعه لو جه 50 الف مره واحده هيقفلوا الجزيره. لو جه 50 الف افرض النادي الاهلي النهارده كله جه. ال 160 جه 50 الف هيقفلوا. يا جماعه احنا برضه انا بقول اهو بمنتهى الامانه احنا كلجنه اولمبيه ممكن بعد الكلام ده ما يطلعكش تاني لو احنا لا انا ما حدش يمنعني. لا ما حدش يمنعني. انا ولا يجرؤ حد يمنعني. لا يجرؤ حد يمنعني ان انا اتكلم. انا بتكلم كلمه اللي انا شايفه. احنا كلجنه اولمبيه تعاملنا مع الاهلي بطريقه مش كويسه. الاهلي اتعامل مع لجنه اولمبيه بكبر. وده ما صحش. الاهلي كان كبير وكان احنا نحترمه واللجنه الاولمبيه كان كبير ولابد ان نحترمها. لكن للاسف 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 يا شادي ان حصل في النص هنا في ناس كان اهل شر. بعدوا بين الاثنين. وهشام حطب راجل طيب جدا على فكره وهم قلت له كان عنده استجابه ويشوف القصه ايه. لكن في حد دخل حد دخل هنا فرق الاثنين. فرق الاثنين. النادي الاهلي كان لا ما مش عارف بقى ده تساله هو بقى. لكن انا ما جيتش مسؤول مسؤول ناس اصل ممكن انت تلاقي عندك حد موظف خلاص يعني يحرق لك القصه كلها. يحرق لك القصه كلها. لكن انا بقول لحضرتك النادي الاهلي كيان محترم ولابد ان يتعامل باللجنه الاولمبيه باحترام. لجنه اولمبيه كيان محترم ولابد النادي الاهلي اللجنه الاولمبيه تتعامل مع النادي الاهلي باحترام. لكن انا شايف يا جماعه الموضوع سهل جدا. احنا بنتكلم في ايه؟ ايه السهل كده؟ احنا عملنا مشكله ليه؟ احنا يعني انا بسال سؤال النادي الاهلي النهارده ما عمل 160 الف عمل على يومين، ايه المشكله؟ كابتن هو لا بس عشان بعد اذنك يعني ايه المشكله يعني؟ في ده مين يعني النهارده اللجنه الاولمبيه يقدر يقول بكره للدنيا اتحلت والاهلي قانونيا كان صح زي ما حضرتك قلت لا مش هيقدروا كده. ما يقدرش يقول كده. ليه؟ ليه؟ ما هو السبب يا حبيبي في تعنت. اسمعني كويس. اوكي. لا النادي الاهلي هيتنازل بكبره ولا اللجنه الاولمبيه هتنازل. فالنهارده اللي هيفصل فين؟ فضل المهندس عاد. تعالى بقى روح اللي هي هنا في مصر؟ اللي هي في مصر الاول. اتشكلت؟ اتشكلت. مين؟ اتشكلت. اتشكلت المهندس هشام حطب رئيس. مين وفي طبعا مساعد وزير الدفاع ممدوح شاهين. اللي هو ممدوح شاهين وفي الدكتور حسن مصطفى. كابتن عصام عبد المنعم. يعني دي اتشكلت امتى؟ مجلس الاداره عارف؟ ما مش عايزين نخش في قصه بقى. لا معلش بص يا شادي بص يا شادي كابتن ده السؤال الاخير وعايز الصراحه فيه. انت صريح من البدايه عشان ده قدام ربنا والله بص. العظيم دي شهاده للتاريخ اللي حضرتك بتقوله. مجلس اداره اللجنه الاولمبيه عارف بالتشكيل ده؟ لا. مجلس اداره النادي الاهلي موقفه سليم ولا غلط اللي هو عمله عشان خاطر اعضاء جمعيته العموميه؟ شوف بالنسبه للجمعيه الخاصه النادي الاهلي هيكسب في الاخر. لو التجا الى ليه؟ ايه الهدف احنا كلجنه اولمبيه من اللائحه دي؟ تعظيم دور جمعيات العموميه.
الهدف منها انا بعظم دور الجامعات العموميه. فانا باجي اعظم دور الجامعات العموميه، طب انا هيجي عليه مين؟ بدل هو داخل في اطار القانون وداخل في اطار منظومه انا عاملها، خلاص يا جماعه زي ما قلت لك احنا عاوزين واحد. كابتن حماده، سؤال اخير في الموضوع ده. طيب كابتن حماده، سياده الوزير خالد عبد العزيز نعم اثر على موقف المهندس هشام حطب؟ لا انا مش عايز اقول كده. انا عاوز بقى اقول للمهندس هشام عبد العزيز، انت راجل محترم. خالد ولا هشام؟ مهندس خالد. خالد انت راجل محترم ورمز بتمثل الرياضه، واحنا كلنا فرحنا لما قانون الرياضه ظهر وبان. طب انت ما بتطبقوش ليه على اتحاد الكوره؟ يعني انا بقول لك يا سياده الوزير بمنتهى الصراحه، والماده رقم 2 واضحه، حضرتك راجل محترم والقانون ده طلع من جهات محترمه، النواب والسيد رئيس الجمهوريه، واحنا كلنا فرحنا، راح للانوكا لاسويفت لجنه البيئه الدوليه، باركوا القصه. انت ما طبقتوش ليه على اتحاد الكوره؟ ده سؤال بطرحه كعضو لجنه اولمبيه عليك. تروح بقى حضرتك تقول لي وفق اوضاع الكلام ده يا فندم، انا حافظه، انا راجل بتاع لوائح برضه، ما تنساش انا في اللجنه الاولمبيه وعارف القصه ايه. اي حاجه غير اتحاد الكوره ما عملش انتخابات اباتيل 11، احنا بنضرب القانون في الحيطه. واحنا بلد، مش بلد، بلاش نقول بلد، احنا كرياضه خلاص بقى ما نتكلمش في القانون، ما نتكلمش في العداله، مفيش اي حاجه. اتحاد الكوره لو ما عملش انتخابات قبل 2011 يبقى احنا ناس بنهرج. طيب كابتن، اخر حاجه هقفل بيها الموضوع ده خالص. اتفضل. مجلس اداره النادي الاهلي دعا انحاز لجمعيته العموميه وعمل الجمعيه بتاعته على يومين 25 و26. ماله، ايه في ايه المشكله؟ 25 و6 موقف اداره النادي الاهلي وانحيازه لجمعيته العموميه. حماده المصري نجم كره القدم واللي بصفته اللي انا بساله السؤال ده عضو اللجنه الاولمبيه، اللي عمله مجلس اداره النادي الاهلي قانوني وانحاز لجمعيته العموميه اللي حضرتك قلت من شويه اللي هي بتتعمل يعني اساس اللوائح دي عشان تعظيم دور الجمعيه العموميه. طب موقف سليم ام خاطئ؟ انا سؤالي لو معلش، ما انا هقول لك، بس هقول لك عشان هقول لك والله، هقول لك السؤال ده مهم جدا. هقول لك قانوني ام مش قانوني؟ هو النهارده ايه اللي يمنعه؟ هل القانون يمنع؟ لا خلاص، هديك انت قلت انا عندي ماده في اللائحه او ماده في القانون تمنع اي انتخابات على يومين. عندك لو عندك يبقى انت تعديت القانون، يبقى انت غلط. لو ما عندكش يبقى انت حر، انت بتعظم دور الجمعيه العموميه، والكلمه كلمه الجمعيه العموميه هي صاحبه الكلمه. الله، مش احنا عملنا لجنه ثلاثيه عشان تدير الرياضه في مصر في ظل غياب القانون؟ طب احنا النهارده ما فيش لجنه ثلاثيه، عندنا قانون. وبنشكر الدكتور حسن مصطفى على الفتره اللي كان موجود فيها، وبنشكر المهندس هشام حطب والمهندس خالد عبد العزيز، كلهم ناس محترمين واداروا الفتره بحنكه وحاجه جميله جدا. عندنا قانون، طب ما نطبقه. هل النهارده النادي الاهلي اخلي بقى اساسا ورط اللجنه الاولمبيه هي دورها تعمل لوائح استرشاديه ونتكلم بقى بصراحه بقى. بص احنا اتحطينا في موقف، بس احنا لازم نشيله. بص يا خالد، احنا في البلد والبلد ما تستحملش حاجات كتيره جدا ولازم نقف معاها. فاحنا غصب عننا هنشيل، وفي حاجات ما ينفعش تقالها، ما ينفعش تقولها، ما ينفعش تعداها. لكن في الاول وفي الاخر، هل النادي الاهلي يا جماعه النهارده واللجنه الاولمبيه الصراع ده جاب حاجه؟ يعني ايه الصراع ده؟ يعني انا كل التلفزيونات داخله اهلي ولجنه اولمبيه على ايه؟ على ايه؟ على يومين؟ على ايه القصه؟ هل الاهلي النهارده اخترق القانون؟ اخترق اللوائح؟ ما عاوزين نعرف، بس لو في كده قول لي يطلع لجنه اولمبيه وانا عضو فيها بيان عشان انا ابقى ساند. الاهلي اخترق القانون بماده رقم كذا او البند رقم كذا في كذا كذا كذا، فبالتالي انا اقول الاهلي انت غلطان. لكن النهارده الاهلي عمل ايه؟ الاهلي بيعظم دور جمعيه عموميه. الله، انا عاوز النهارده 160,000 يكونوا موجودين يا شادي عشان يدلوا بصوتهم في الجمعيه. انا عاوز اعمل لائحه توسيع قاعده المشاركه وكل انديه. ده عندك كارثه. كابتن حماده، النادي الاهلي وانت اكتر واحد انت ملم في انا عضو جمعيه عموميه، فاجئت بكلام حضرتك. بس انت النادي الاهلي بقراره ده كان واقف ضد الدوله في حاجه؟ لا، الدوله ما حدش يقدر ضدها عشان تفرح. الدوله بيتقال بيتروج. لا لا، الدوله كبيره، مصر بلدنا كبيره والحمد لله تقدر تعمل اي حاجه، ما حدش يقدر يوصل ان هو ضد الدوله. الكيان بتاعنا مصر كيان كبير، ما ناخدش كره قدم من لا، لكن احنا عاوزين نساعد الدوله. احنا اللي عاوزين نساعد الدوله يا شادي. يا شادي عاوزين، احنا عندنا مشكله يا شادي، عاوزين نحب بعضنا يا شادي.
عندنا مشكله خطيره جدا. انت هتعرف لو في لقاء حصل لقاء بموده وحب للبلد وحب للكاس ما بين اللجنه وبين الاهلي، خلصت القصه. خلصت. انا بقول لك في عناد من اللجنه الاولمبيه وفي تكبر من النادي الاهلي. على ايه؟ وكل ده ليه؟ النادي الاهلي طب ما التكبر كده على حق يا كابتن، ما بعد اللي حضرتك قلته ده تكبر على حق. النهارده بتقولت لي في شياطين دول اللي هم اهل الشر، اهل الشر اللي عاملين نسمعهم، اهل الشر اللي في النص دول اللي عاملين ملايكه هم. لا اهل الشر دول على فكره مش من خارج اللجنه الاولمبيه. مش من خارج اللجنه الاولمبيه. ما انا وانا بتكلم في ايه؟ لا 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 من داخل اللجنه الاولمبيه. اوعى تفتكر انا بارق. لا لا عشان الناس تفهم بس. ان في جوه ناس برضه مؤثره مشكله. عشان كده احنا بنقول ايه يا جماعه؟ احنا عاوزين نتحمس ليه؟ عشان لو انا اخدت النهارده قرار مع بعضينا احنا كلنا موافقين على القرار ده. لكن في قرار بتاخد انت مش موجود، فبالتالي انت ما تعرفش عنه حاجه. كابتن حماده المصري نازل انتخابات اتحاد الكوره زي ما قريت في احد الصحف. شوف انا النهارده قريت من يومين ان ان ان, إن في قائمه معموله بقياده الكابتن شوبير وانا موجود وكابتن الدكتور كرم كوتي. فبيسالوني النهارده يا كابتن كذا، قلت لهم والله اساله الكابتن شوبير. انا ما قلتش القصه دي كلها، لكن احنا كان في جلسه بيني وبين الكابتن شوبير والدكتور كرم كردي، وطبعا كان معانا بالتليفونات الحاج محمود الشامي. حته النزول ومش النزول ان شاء الله باذن الله انا ننزل، بس حته القايمه هيسه في تنسيق وان شاء الله باذن الله الاحسن هيبقى موجود باذن الله ان شاء الله. اتبسطت من الحوار مع حضرتك حماده المصري؟ بعد انا طبعا تربطني بيك علاقه قويه، اكيد بحترم حضرتك، وبعد الكلام اللي انت قلته النهارده كلمه الحق معزتك زادت اكتر واحترامك عند الاهلاويه كلهم زاد اكتر، لان كلمه الحق هي اللي هتمشي في البلد دي يا كابتن حماده. ان شاء الله. بس انا بشكرك يا شادي وبشكر قناه النادي الاهلي، بتمنى الاهلي التوفيق في ماتش الترجي. اللجنه الاولمبيه يا جماعه خدوا بالكم مظلومه في حاجات كتير جدا، وانشام حطب بيعمل مجهود كبير جدا، واللجنه اللي موجوده لبحث النوانديه بتعمل مجهود كبير جدا جدا جدا. ارجو من الجميع يتفهم الامر ده. اللجنه الاولمبيه بتشتغل، بس خد بالك في مؤثرات خارج اللجنه الاولمبيه. حوار مهم جدا مع عضو اتحاد الكره السابق كابتن حماده المصري وعضو اللجنه الاولمبيه. بالصدفه ما كناش مجهزين ان احنا نسمع الكلام ده النهارده، وسمعنا كلام مهم جدا ياكد على موقف النادي الاهلي السليم 100%. من قبله كان في اللواء كاسر الرياض جاسر رياض وكان ليه حوار معانا وقال نفس الكلام. ما اقدرش اقول غير جمله واحده، الراجل قال كلمه محترمه جدا احترمه عليها، قال لك جينا وبصمنا، لكن اللعبه اتلعبت. لكن الاهلي مش متكبر، انا احترم ضيوفي في اللي يقولوه، لكن الاهلي كبير كبير في الحق يا اهلاويه. يعني لو قلنا لكم مره واثنين وثلاثه ناديكم على حق، لكن كرهكم للاشخاص وكرهكوا للافراد وكرهكوا لناس معينه عماكوا عن حبكوا للنادي الاهلي، لان الاهلي لما ياخد قرار سليم وفيه حق طبيعي ما ضعفش موقف ناديه، اقف في ظهره بمنتهى القوه. يا باشمهندس خالد عبد العزيز، مره واثنين وثلاثه ومليون، بعد كلام الكابتن حماده المصري النهارده ومن قبليه سياده اللواء جاسر رياض، محتاج ان حضرتك تراجع نفسك. المهندس هشام حطب، انا قلت قبل كده انا عارف ان حضرتك اللائحه الاسترشاديه مالكش دعوه بيها زي ما الكابتن حماده قال، عارف اللي هي جايه لك من الوزاره على عكس الكلام اللي في القنوات بيتقال، بدليل مقابله المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضه مع المذيعه المتالقه لميس الحديدي وهو بيوجد حلول للنادي الاهلي بعد لما اتعرض في اللائحه في الجريده الرسميه. حاجه شادي اللائحه الاسترشاديه ده اتهام واضح من برنامج الكره والجماهير اللي النادي الاهلي كبير تعنتوا معاه وحصل امور هنتكلم فيها، لكن بعد ماتش الترجي هطلع فاصل سريع وهاخد او تقرير سريع عن مواجهات الاهلي والترجي، وبعدها نستقبل مجموعه من جماهير النادي الاهلي هنشوف هيشجعوا الاهلي ازاي، هيساندوا ازاي. الكلام ده مهم جدا، يبقوا كمان الجماهير موجوده معانا. نطلع فاصل ونرجع.
جمهور داحمة على الحلوة والمرة معاه، جملة تجسد عقلية الجماهير الحمراء العاشقة لفريقها المساندة له دوما، والتي كانت سببا رئيسيا في فوزه بالعديد من البطولات على مدار تاريخه الممتد لأكثر من 100 عام. جمهور النادي الأهلي سيكون أمامه مهمة خاصة مساء السبت في ملعب برج العرب، حيث يلعب فريقهم أمام الترجي التونسي في ذهاب دور الثمانية بدور أبطال أفريقيا، وهي المباراة التي يسعى الأحمر للفوز بها بفارق كبير من الأهداف، يسهل من مهمته في مباراة الإياب والمقرر لها 23 من الشهر الجاري بملعب رادس في تونس. مهمة جماهير الأهلي تتمثل في عدة نقاط، أولها التواجد بأعداد كبيرة في مدرجات ملعب برج العرب لمؤازرة الفريق وتشجيعه باعتبارهم اللاعب رقم واحد في الفريق، وثانيها الالتزام بالتشجيع المثالي والتركيز في مجريات المباراة فقط وعدم الانشغال بأي أمور فرعية قد تؤثر على تركيز اللاعبين المتواجدين في أرضية الملعب. جمهور الأهلي المتعطش لمؤازرة فريقه من المدرجات خلال مباراة السبت المقبل بات يتسابق من أجل الحصول على تذكرة حضور المباراة بعد أن وافقت الجهات الأمنية على السماح بحضور 20,000 مشجع فقط، وهو رقم قليل جدا مقارنة بحجم شعبية النادي الذي يمتلك أكثر من 50 مليون مشجع في أنحاء المحروسة، إلا أن ذلك لن يمنع الجميع من الالتفاف حول الأهلي سواء في الملعب أو خارجه والدعاء للفريق من أجل تحقيق الفوز والسعي نحو الأميرة السمراء. دلوقتي فقرتنا الأخيرة، بنفضل دايما قبل المباريات المهمة يبقى فيه دعم جماهير أكيد في قناة النادي الأهلي اللي هي بيت كل الأهلوية، وهي دي الحقيقة، والجماهير قبل أي حد، لأن لما نتكلم زي ما الكابتن حمادة المصري من شوية قال كلام مهم جدا، قلت وأنا بقدم ضيوفي لازم أقول النادي الأهلي بدون جماهيره هيبقى زيه زي أي حد. طبعا، لأن لما نتكلم على العمود الفقري وجزء كبير من انجازات النادي الاهلي لولا دعم ومسانده الجماهير كان هيبقى زينا زي اي حد، دي حقيقه. عشان كده لازم ندي الجماهير حقها، وقبل واخر حلقه لينا في الاسبوع وقبل المباراه كان مهم جدا يبقى معانا مجموعه من الجماهير، بنختار سواء من الجمعيه العموميه يبقى موجود اللي بيروحوا الماتشات وناس ليها اسم في المدرج وكمان بيشجعوا وحبهم للنادي الاهلي ملهوش حدود، وكمان بيسافروا ورا الاهلي في كل مكان جوه مصر وبره مصر. اكيد في الاستوديو مش هقدر اجيب 60 70 مليون اهلاوي يحضروا معانا، ولكن بحاول على قد ما اقدر طول الوقت اللي يبقى موجود معانا جماهير تنقل صوتها تتكلم عن ناديها، تتكلم عن حجم مباراة مهمة بحجم مباراة الترجي، كل ده نسمع آرائهم. خلوني أرحب بيهم من البداية. عم حسني، ودايما الأهلي علمنا نبتدي بالكبير. عم حسني، مرة تانية أنت موجود معايا النهاردة لأن دورك هيبقى مهم جدا في مباراة زي مباراة الترجي. الله يخليك، برحب بيك. احنا أسعد، وإن شاء الله نصر عظيم إن شاء الله النادي الأهلي إن شاء الله. عم حسني كمان عصام، أنا متذكرك كويس جدا أول ما شفتك ورا الاهلي في كل مكان، خصوصا مباراه رادس، لان انت جيت لنا الفندق بعد المباراه ومتذكر واحنا بنحتفل بكاس افريقيا. هنتكلم في كل ده، لكن خليني ارحب بيك في البدايه. اهلا وسهلا بك يا كابتن شادي. ان شاء الله باذن الله هنكسب باذن الله، والنادي الاهلي ده بطل قاره. انت بتتكلم في بطل قاره، ما بتتكلمش في نادي عادي. النادي الاهلي بطل قاره. الترجي جاي وعامل حسابه ان هو مش هيلاعب فريق مصري عادي او فرقه بتلعب على بطوله، ده بطل قاره النادي الاهلي، وان شاء الله هنكسب وعندنا ثقه في فريقنا ان شاء الله. تمام. عصام،
حسين انا برحب بيك وعارف ان انت برضو مشجع اهلاوي وبتحب النادي الاهلي، ما بتسيبش الماتشات وبتكتب قصص وبتالف روايات عن النادي الاهلي، فبرحب بيك. انا اللي برحب بيك يا كابتن شهاده. النادي الاهلي بيجري في دمنا. النادي الاهلي مش كيان يتخاف عليه. النادي الاهلي كيان يتخاف منه. مرعب. مش نادي اي حد يفتكر ان هو هيكسبه، ولا السوشيال ميديا الترجي تقيل الترجي خفيف. احنا الاهلي مفيش حد يقدر علينا باذن الله، وبنحترم الترجي طبعاً في نفس الوقت. طبعاً اكيد طبعا. احنا اتربينا وتعلمنا ان احنا نحترم اي فرقه ايا كانت كبيره او صغيره، بس اتعلمنا اكتر ان احنا نثق في قدراتنا. كمان خليني ارحب باستاذ احمد مجدي. وجودك مهم جدا بالنسبه لي النهارده عشان نقطتين، عشان ده الميكس الاهلاوي اللي احنا بنتكلم عنه اللي دايما حاولوا يفرقوا ما بيننا، يصنفونا ده عضو جمعيه عموميه وده الراجل. انا شفته قد ايه في مباراه الجيش وانا موجود وبيشجع وبيجري وبيهتف وكان وراك. اهلا بيك يا شادي. مهم جدا تبقى موجود معايا. انا عارف ان انت عضو جمعيه عموميه، لكن في نفس الوقت انا عارف انت انا جمهور قبل اي حاجه. انا قبل اي حاجه احنا جمهور من يعني احنا انا فرد من افراد النادي الاهلي في كل مكان احنا وراه. جوه مصر بره مصر في اي مكان انت بتلاقينا. لان يعني مش عارف اقول لك، انت قلت يعني حته هم بيحاولوا يفرقوا بيننا. طبعا يقول لك ده في جماهير، لا ده في ده عضو في النادي الاهلي، ده جمهور في النادي، ده جمهور النادي الاهلي. لا احنا كلنا واحد. قبل ما اكون ان انا عضو في النادي الاهلي، لا انا احد جماهير النادي الاهلي اللي هنبقى ورا النادي في اي مكان وفي اي وقت. لو النادي احتاجنا احنا موجودين في اي مكان، حتى لو هيلعب يعني. انت طبعا انت عارف احنا رحنا وراه في حتت كتير قوي يعني. طيب ده كلام محترم. وعم حسني قبل ما اتكلم بقى عن مباراه الترجي واهميتها والتوقيت بتاعها، حابب تقول حاجه وعن عظمه النادي الاهلي يا عم حسني؟ طبعا هو في نفس السياق الشباب اتكلموا فيه ان النادي الاهلي، انا واحد من الناس كجمهور عادي بقول ان قوه النادي الاهلي بفضل الله يعني مش منبثقه من الخارج. قوه النادي الاهلي في جمهور النادي الاهلي والجمعيه العموميه. هم دول صلب الموضوع. انا يمكن قلت في الحلقه اللي فاتت ان الكابتن صالح لما اتعرض عليه اتحاد الكوره قال لك انا بره النادي الاهلي اخسر، لان هو عارف ايه عدو الجمعيه العموميه. عدو الجمعيه العموميه لما بيجي يختار بيختار شغل، بيختار استقرار، بيختار ناس بتحب النادي الاهلي. اللي بيشتغل للنادي الاهلي بيشتغل سواء من جوه سواء من بره، بيتواجد في اي وقت. انت تقصد بترد على كلمه التفرقه ما بين بالزبط. عضو الجمعيه العموميه بالزبط. والجمهور والمدرج بقى العضو الجمعيه العموميه بالظبط. انا ما حسيتش في يوم من الايام ان انا ناقصني عدويه من خلال احتكاكي باعضاء الجمعيه العموميه. انت عضو عام حسن؟ لا لا انا مشجع. انت بقالك كام سنه بتشجع النادي الاهلي؟ قلنا من سن 13 15 سنه عمر. فانا ما حسيتش في يوم من الايام ان انا بعيد عن اعضاء جمعيه عموميه. في الجنينه ليك اصدقاء فيهم كتير؟ طبعا كتير جدا. ناس اهلاويه ومحترمين وفاهمين، وكلنا بنحب النادي الاهلي وكيان واحد. مفيش تفرقه ما بيننا. وما حسيتش في يوم من الايام بفضل يروح العلاقه اللي بينهم. يكتب على صدره انا عضو النادي، ولما يلبس تيشيرت الاهلي ويدخل المدرج وبيهتف بحب وانتماء للنادي الاهلي. اكيد بالظبط. فعلا النهارده حتى الواحد يعني ايه سمع يعني عجبني ليك مقوله كده في الحلقه اللي فاتت تقريبا قبلها، اللي هي الانتخابات مفيش كلام عن الانتخابات، مفيش اي كلام عن اي حاجه. احنا طول عمرنا كده. انا كنت في المدرج، كنا بندير مع جمهور الاهلي، كنا بنكمل مع مجلس الاداره. كنت انا وكنت ممكن اختلف مع الاداره الموجوده في الوقت ده، ولكن حب للنادي الاهلي اكتر من اختلاف مع اي حد. فبالتالي كنا بنبعد نفسنا عن اي حاجه. احنا مشجعين لينا دور، ندفع التذكره، نساهم في ارتقاء النادي الاهلي، ما ندخلش النادي الاهلي بالتشجيع من اول دقيقه لاخر دقيقه. نرفع الروح المعنويه للعيبه اثناء التدريبات وبعد التدريبات، نتعايش مع اللعيبه لانه دول حياتنا وعمرنا، كيان واحد، نادي واحد. فبالتالي ما كانش بنساعد حتى لو انا ليا احترام وتقدير لحد معين وحب ان هو يخش او يكمل. ما كنتش مشجع. كنت مجموعه خلينا نقول اساميهم، عم حسين وحسين وحربي وسمير مصطفى وجزره
ورفعت واشرف كوره وماهر الخولي وعمرو عندنا الناس دول بعت لك سام من عندنا بالورق عمرو العطار يعني ناس كتير قوي ناس بس احنا عشره عمر مع بعض سنين طويله كانت. يعني اللي ما يعرفوش بسيب الناس تتكلم جيل ابو تريكه وبركات وكنا موجودين لكن انا اقدم بست سنين بقى انا حضرت بقى عم حسني المدرج بقى ومعاكم وكنتوا دايما بتعزمونا وليكم مواقف محترمه مع اللعيبه كلها اول ما جيت قلت لك تعالى شادي يا نجم الناس على طول يعني حتى في كنترول كده بيننا وبينكم لان فعلا احنا بحياتنا ما كانش فيه الانتقالات الداخليه دي بصراحه انا ما كنتش حاببها ومش بحبها رغم ان هي فيها فايده عاليه للعيبه بس انا بحس ان انا بدي للعيب حياته عمري وبيبقى فرد من افراد اسرتي فبالتالي لما بيصعب عليا قوي لاي سبب بقى محاربه نجوم لاي اضطهاد مدير فني اضطهاد اداري سوء امكانيات للعيب في الفتره دي بيصعب عليا ان هو يمشي ويسيب النادي الاهلي لان احنا كنا طبعنا الطبع واحد وعيشه واحده فاللي انا بقوله انا فرحان قوي بالجزئيه بتاعت حضرتك دي ان الماتش اهم الماتش اهم ماتش الترجي دلوقتي بالنسبه لنا هو جمهور الاهلي كله ده الناس كلها بتكلم ساكر الماتش الحكايه الروايه هنروح لازم هنعمل هنسوي فالناس كلها ما تشغلش بالها مين فلان ومين هيجي ومين هيروح ومين هيقعد يا عم حسني احنا شاربين مبادئ الاهلي كويس قوي وحافظينها قوي وما لناش مصلحه في اي حاجه لما الاهلي يبقى كبير وفوق هنبقى اسعد ناس في الدنيا الكل ولما يحصل حاجه للنادي الاهلي بنتكسف زي اللي بيلعب بالظبط هتقول ايه الاهلي خسران بنتكسف نطلع على الشاشه هقول ايه من الاهلي خسران وكان لا قدر الله اداء سيء في المباراه هتقول ايه غير الحقيقه الاهلي كان وحش فبتبقى مكسوف وده من وجهه نظري مش عشان احنا بنقول الكلام ده عند ناس اهلاويه في الحتت الشعبيه كتير عصام عند اي حد انا عايز اسالك يا عصام بتسافر ورا الاهلي تروح تونس تشجع في رادس والاهلي متعادل هنا جالك منين اللي ممكن الاهلي يكسب والناس كلها كان عندها احباط قبل المباراه بص يا كابتن شادي احنا زي ما قلت لحضرتك احنا اتجمعنا على حب النادي الاهلي تمام المقصود اللي انا اقول احنا اتجمعنا على حب النادي الاهلي حب كيان عندي ثقه كبيره في فرقتي الاهلي وصل لي من صغري انا اول ماتش احضره في الاستاد والدي الله يرحمه خدني ماتش اعتزال كابتن محمود الخطيب تمام فشفت اللي انا شفته من ساعه ما بدات اشجع النادي الاهلي مش هقول مبادئ في حاجات كتير اكبر من ان انا اتكلم فيها النادي الاهلي عنده عظمه في لعيبته احنا اي حد بيلبس التيشيرت الاحمر ده هو جاي انت مش شرط ان انت لابس التيشيرت النادي الاهلي يعني جاي لعيب نادي الاهلي بس انت جاي نادي بطولات انت بتعمل لنفسك اسم صح تمام فطبعا انا كان عندي ثقه كبيره جدا جدا بالنجوم اللي كانت موجوده ان احنا هنروح هناك وهنعمل نتيجه تمام وكنت مسافر تمام وعندي ثقه كبيره جدا انت كنتوا حوالي 800 700 كده في الحدود دي يعني كنا في الحدود دي انا فاكر كنتوا قاعدين فين اقول لك الدخله اللي عملها فريق الصفاقس جمهور الصفاقس على اليمين انتوا كنتوا على يمينهم فوق قاعدين فوق خالص بص يا كابتن بالظبط كده انا عايز اوضح لك على حاجه النادي الاهلي بيعرف الفرقه الوحيده اللي تقدر هي عارف اللي يعني سواء معاك مدرب بقى كان ايام مانويل جوزيه الفرقه الوحيده اللي بتعرف ازاي تمشي الماتش بالتكتيك اللي هي عايزاه تمام النادي الاهلي احسن فرقه تعرف تضغط على الخصم النادي الاهلي احسن فرقه في مصر حاليا دلوقتي تمتلك في كل مركز اكتر من عنصر فانا عندي ثقه كبيره جدا في النادي الاهلي ده اللي انا شفته من ساعه ما بدات اشجع النادي الاهلي ده اللي انا شفته في الفرقه فرقه منظمه دفاعيا هجوميا نص ملعب كل واحد نازل انا في حاجه عايز اقولها للعيبه النادي الاهلي حاليا انت نازل تلعب سواء ماتش الترجي او اي ماتش انت مسؤول عن 70 يعني فوق ال 70 مليون مشجع اهلاوي وده كلام محترم تحمل مسؤوليه جمهورك تمام احنا بنساند اي حد بيحب نادي الاهلي احنا كجمهور اهلي ما بنساندش اشخاص النادي الاهلي اضاف للكل اضاف فيه لعيبه كتير اضاف لها اضاف لي ناس كتير فانا زي ما بقول لحضرتك احنا عندنا ثقه في لعيبتنا باذن الله ان احنا ان شاء الله الماتش الجاي الترجي ده هنكسب وزي ما قلت لحضرتك باذن الله
مع يعني زي ما حسين قال الناس اللي بتتكلم كتير على السوشيال ميديا. لا هنتكلم هسألك في ده بعد شوية عشان خلينا نتكلم في المباراة وأهمية الأهلي، لأن مش السوشيال ميديا يعني اللي هتحرك تخليني أخد قرار في برنامج أو على مستوى الإدارة أو بتاع. لا أنت حضرت ماتشات تقيلة زي طبعًا. الترجي مع طبعًا. الأهلي و... طبعا. هو أنا للأسف ما سافرتش بره مصر، إنما تلات أرباع الماتش هنا جوه مصر حضرت. أنا عايز أقول حاجة بس اتفضل. إحنا عاملين أزمة من غير أزمة. برافو عليك. إحنا عاملين أزمة من غير أزمة. طب النهاردة أنا هنتكلم مثلا على الترجي، فرقة محترمة جدا، بس انت معاك فرقه بطوله ما شاء الله لا قوه الا بالله، الحمد لله احنا خدنا دوري وكاس، فاضل لنا افريقيا بالراحه بقى كده وبهدوء. طب تعالى نقيس تاريخنا مع الترجي، احنا قابلنا الترجي 14 مره ببساطه جدا. الترجي كسبنا 3 مرات يوتما 1-0 وهناك في تونس، طيب واحنا كسبناهم 5 مرات منهم 3 مرات منهم مرتين 3-0 و6 مرات تعادل. طيب مين اللي حقه يخاف من التاني؟ المره بتاعت انرام ودي الشهيره الحكم اللي مين اللي حقه يخاف من التاني؟ مين اللي حقه يخاف من التاني؟ من فرقه عمرها ما كسبتك في ارضك؟ فرقه عمرها ما كسبتك في ارضك انت اللي تكون خايف منها؟ طب ازاي؟ طب انا عايز اكلمك بصراحه، مش هقول بقى سوشيال ميديا ما دام واحد قال جمله هو يتحمل مسؤوليتها، لان الكلام ده انا شفته فعلا اللي بيقول. بتشوف ايه لما واحد يقول لك انا اهلاوي وحاطط لي صوره كابتن صالح سليم او صوره نجوم ابو تريكه او نجوم النادي الاهلي، ويجي يقول لك احنا الاهلي الترجي اقوى مننا؟ ما هو ده ما ده بس كده ده ازدواجيه. قول له نعم. ازدواجيه بمعنى صالح سليم طبعا الكابتن صالح سليم اللي علمنا حاجات كتيره، اللي علمنا انا عن نفسي حاجات في شخصيتي. انا بعرف اتعامل بمبادئ الكابتن صالح سليم الله يرحمه. مستحيل كابتن صالح سليم هيقول لك ما تثقش في فرقتك، مستحيل. طب ما تيجي نتكلم في حاجه مهمه قوي. النادي الاهلي واخد 8 بطولات افريقيا، 8 بطولات افريقيا. دلوقتي احنا بنقول 8 بطولات، بنعد دي كانت بتاعه صالح سليم، ودي كانت بتاعه حسن حمدي، ودي بتاعه محمود طاهر، ودي بتاعه الاهلي. بس احنا بنشجع يا جماعه الكيان. احنا عمرنا ما وقفنا عند اسم، ولا عمرنا ما وقفنا عند لاعب. لعيبه كتيره جدا اعتزلت، جدا كبار جدا اعتزل، والاهلي كمل وان شاء الله هيكمل ان شاء الله، لان ده الاهلي. احنا مع بعضينا. لو حد فينا يعني قال كلمه فيها تجاوز على العيب، الباقي يقول له لا مش وقته على العيب. واحنا بنتكلم في اوضه مقفوله، مش وقته. بنتكلم في اوضه مقفوله مش وقته. احنا عايزين الاستقرار. الحمد لله شكرا لله في استقرار واضح جدا لكل يعني مغمي عينه بلاش اللعمه دي عشان خاطر ما بقاش فيها تجاوز. انا اسف. احنا بنتكلم بالراحه وبهدوء. احنا ناس الحمد لله وشكر لله. هخاف انا 8 بطولات افريقيا يا جماعه، نادي القرن الافريقي، هخاف من فريق كل الاحترام وكل الذوق وناس بتلعب كوره حديثه جدا ليه، بس فريق عنده بطولتين افريقيا. فريق انت واخد من فرق تونس كلها، احنا واخدين منها 6 بطولات. مين اللي خاف من التاني؟ مين العو؟ مين البعبع اللي الدنيا كلها شايفاه؟ فانا شايف ان هو بس يعني برضه بنقف عند حاجات مالهاش لازمه. يعني انا مثلا هاجي اتكلم النهارده الاهلي الترجي هيقابل الاهلي، والاهلي في ماتش صعب جدا، ولازم نتكلم ان الاهلي لازم نطلع من اسف يعني نطلع من الحاجه النظيفه والحاجه الحلوه والطريق المستقيم طلع في عيوب. طب ليه؟ هو ماتش زيه زي اي ماتش، ماتش زيه زي اي ماتش. احنا قابلنا كتير. انيامبا رحنا كسبناه هناك 1-0، وكان انيامبا ده بعبع افريقيا. لا ما انت بقى بص، اصل انا موتني بقى في التاريخ. ما انا بقول لك يعني ماتش انيامبا ده قبل ما نروح قال لك الفريق 17 مباراه على ارضه ما خسرش. نروح البلد انت عارف الظروف الصعبه اللي بتمر بقى، مفيش ارض وانت ماشي في الطرق هناك عشان توصل صعبه جدا، انت في رعب، مفيش فندق، فيعني مفيش ابسط حاجه هناك، عيب اللي انا اقولها انت فاهم. وروحنا المباراه يقينا انت لازم تتعامل تهيئ نفسك على الاجواء، والاهلي بيكسب 1-0 ويخسر الحاجز اللي اتقلنا ليه؟ عشان خاطر في ثقه، متعب بالهدف مش متعب بس والله. هي احنا ما بنشجعش اسم واحد بس، احنا بنشجع فريق بحاله اللي على الدكه. احنا لما كان يجي اما حسني راجل يعني علمنا تشجيع، كان لما يجي يقول لنا في لعيب صغير طالع هو ده اللي تقعده صندوق اكتر من اكبر لعيب. كان يجي محمد سمير ده طبعا حضرتك فاكره. كابتن محمد سمير كان لسه صغير ونشجع احمد ادهم منعم
شجع موت ايديك تسقيف لاحمد عدن، طلع كل صوتك في احمد عدن عبد المنعم عشان خاطر يعرف ياخد المسؤوليه. لازم اللعيبه نثق فيها. اللعيبه دلوقتي خلي بالك من حاجه، السوشيال ميديا اللعيبه بتشوف كل الكلام ده، متابعه، بتشوف بتشوف غصب عن الدنيا بحق. لازم اصل هو خلاص التكنولوجيا قربت المواضيع قوي، ما بقاش زي الاول. لو التكنولوجيا لا انا هقول لك، عشان مش عايز، عشان ده لي سؤال بس، ما دام انتم مصممين تتكلموا في السوشيال ميديا بعد شويه نتكلم فيها، لكن هرجع اقول لك انا مش معاك اللي هي قربت، هي بعدت ما بين الاخوات، بعدت ما بين النجوم والجماهير، بعدت بالناس كتير ليها مصالح مش شايفه غير مصالحها، صدقني لان انا بكلمك وانا زيكم بقى، وعايز اقولها بقى وانا قاعد وسط جماهير. يا جماعه انتوا عارفكم وقت طويل، واحد عاشق للنادي الاهلي لدرجه الجنون، بتكلمونا مصالح ايه وبتاع ايه ولمصلحه مين والمين يا كابتن؟ هو معلش خليني اسمع احمد عشان عايز ارجع لك في موضوع. احمد عايز اسالك، ماتش مهم للنادي الاهلي امام الترجي، هتقدم الدعم والمسانده للعيبه طول المباراه ازاي؟ هتتكلم برضو بفكرة تشكيل مين بيلعب ومين ما بيلعبش، ما تنزل فلان اللي احنا بنشوفه اليومين دول، مساندتك للجهاز الفني واللاعبين هتبقى ازاي؟ بص يا كابتن شادي، انا بروح التمارين بتاعه الفريق اللي طبعا جوه النادي عندنا في الاستاد في مختار التتش، فاحنا بنشوف كابتن حسام عامل شغل حلو ومعاه جهاز فني وجهاز اداري على اعلى 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 مستوى. عنده كابتن انيس شعلالي مدرب احمال، بسم الله ما شاء الله، يعني ربنا يسترها مع كل اشاد بيه مباراه المصري، الراجل يعني بسم الله ما شاء الله عامل شغل حلو قوي. عندك عمال شغالين بيحبوا النادي الاهلي قبل اي حاجه، هو بيشتغل ممكن يكون مرتباتهم على قدهم بس الناس دي بتحب النادي، انا مش عايز اتكلم في حاجه بس الناس دي بتحب الفريق قوي، ممكن تجري معاك يمين وتجري معاك شمال حبا في النادي ده. وانا قاعد كعضو في النادي الاهلي، انا لما بدخل الاستاد واتفرج على ماتش انا كده بقيت احد جماهير النادي، بنسى ان انا عضو في النادي، بنسى مشاكل النادي، ما ببصش ان في حاجه دلوقتي او حاجه على السوشيال ميديا، ان انت عارف انا برضو هرجع على السوشيال ميديا ان في مواقع صفرة كتير قوي. مصممين انتوا برضه؟ بص يا كابتن شادي، قصدي حاجه خلاص انا هرجع، انا بقيت مجبر. لا انتوا كده كسبتوا، مجبر. انا عايز ارجع بيك للزمن، يعني انا لما بدات اشجع، انا كنت يعني حظي في الحياه حلو قوي ان بابايا كان اهلاوي وبيتي كله اهلاوي، فكنت بشجع الاهلي بسبب ان البيت عندي اهلاوي، والاهلي علمنا ان احنا نحلم وتحقق ازاي تحقق حلمك. الاهلي كان في الدقيقه 92 و93 وبنكسب، والدقيقه 94 وبنكسب، يعني عندك اخر ماتش في الكونفدراليه في 2015، احنا كل سنه بنزود 3 دقايق لو تفتكر في 2015 جون عماد متعب، كلنا قاعدين في الاستاد، كلنا في الاستاد بلا ما فيش ولا واحد، كلنا واقفين ماسكين، يعني كلنا واقفين جنب بعض كده عارفين ان في حاجه هتحصل، هتيجي الجون هيجي امتى، ممكن يجي قبل ما الحكم يصفر. فاحنا كلنا بنشجع الاهلي وبس طول ما احنا موجودين جوه الاستاد، مين يلعب مين ما يلعبش، يعني ما فيش واحد فينا طبعا زي حسام البدري، ما فيش مدرب عايز يخسر في الدنيا. كابتن حسام ادرى واحد باللعيبه اللي عنده، عنده لعيبه بسم الله ما شاء الله من احسن لعيبه موجوده في مصر كلها بلا استثناء. عندك مثلا في مباراه طلائع الجيش لو تفتكر اخر، يعني هو نزل، ممكن اتكلم في حاجه زي كده، هو نزل كابتن ياسر ريان، نزل احمد ابن الكابتن ياسر ريان، احمد ياسر. بدات الجماهير تقول تغلط، مش جماهير دي، مش جماهير النادي، ان جماهير النادي اللي كان اللي سمعناها بعد كده، حلو يا احمد العب يا احمد، قعدنا نشجعه. وده اللي بيقولوا عم حسني وبيقولوا حسين، عشان بس وانا شفت الموقف ده، انا انت بتتكلم بصوت، انا قلت لك انا ما اتكلمش في حاجه ابدا غير يقينا شفتها والتاكيد فيها 100%. حصل كده عم حسني، في ناس اهلاويه انا عارفهم بقى قدام قوي، سكتوا اي حد قال حاجه غير وعده يسقفوا لاحمد ياسر، سقف له كلنا قعدنا نسقف لاحمد، لا العب، دي اول مباراه، الراجل لسه صغير، الراجل مواليد 98، فلو انت مش هتشجعه من دلوقتي مين اللي هيشجعه؟ والكابتن الناس قعدت تلوم ان الكابتن حسام ازاي ينزل واحد ودي اول مباراه واول مباراه في الدوري، يا جماعه هو اضرب لعيبته وهو يعني هو عايز يكسب وهو اضرب كل حاجه، وسيبوا الراجل يشتغل، سيبوا الراجل يشتغل، وسيبوا مجلس اداره يشتغل، وسيبوا الجهاز يعني سيبوا النادي يشتغل، احنا يعني خلاص زهقنا كاعضاء في النادي الاهلي وكجماهير النادي الاهلي اللي بتحضر الماتشات. احنا عندنا مباراه مهمه جدا 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 يوم السبت، وبعدها في مباراه ثانيه يوم 23، شوط اول وشوط ثاني ان شاء الله، واحنا يعني حاطين امل على اللعيبه دي، يعني امل كبير جدا جدا، الناس دي رجاله واحنا يعني مستنيين منهم ان شاء الله ان هم يفرحونا،
ومستني منهم اداء رجولي بروح الفانلة الحمراء. اللي انت يا كابتن شادي لو تفتكر في ماتش من ماتشات انت الدقيقه 91 او 2 خلاص داخلين على الدقيقه 92 انت لعبت كوره من نص الملعب لعبتها عماد متعب بصهر ابو تريكه جاب جول في مباراه الصفاقس. تقصد مباراه الصفاقس كسبنا فيها 1-0 في دقيقه كام في رجاله بتلعب في ناس عندها روح يا جماعه احنا مش عايزين اكتر من كده. روح الفانلة الحمراء ترجع زي زمان وسيبوكم من اي حاجه بتحصل بره فريق الكوره. كابتن عم حسني عايز اخدك بقى انت راجل كل مره والشباب بيبقى موجود او المجموعه بتبقى موجود انا يعني بشوف ان انت راجل اعلم حبك وعشقك للنادي الاهلي بدون اي تفكير في اي حاجه. بفضل الله. ماتش مهم للنادي الاهلي زي ده عم حسني والاهلي محتاج كل دقيقه دعم فيها. انا بكلمك في وقت كنت اتمنى اللي يبقى 20,000 وكنت اتمنى 40,000 و60,000 وزي ماتش المنتخب لان الاهلي بيمثل مصر. ما قدرناش عشان الناس مكشره في وشنا اليومين دول بالزبط. لكن هنعرف نخليهم يضحكوا ان شاء الله. اللي انا عايز اعرفه منك هتعمل ايه في المدرج؟ انت رايح الماتش اكيد عم هتعمل ايه من اول دقيقه لاخر دقيقه؟ بس عايزين تذكره غدا ما جبناش تذاكر. هو لا والله بجد والله. والله في مشكله كابتن شادي انا عايز اتكلمها او تنويه يعني امور كوره ولاد بلد ولاد سوق زي ما بيقولوا كده فاهمين الدنيا ماشيه ازاي وراح فين وجاي منين. ازاي لسه من كام يوم عامل ماتش المنتخب مصر والكم الحضور ده ليه 60,000 هل الاهلي ده مش مصر؟ مصر. هل الاهلي ده ما بيمثلش مصر؟ مصر. يا راجل ده انتوا كنتوا بتغلبوا منتخبات وبتكسروا وكان النادي الاهلي بفضل الله هو اللي في دول افريقيه ما عرفتش اسم البلد الا عن طريق النادي الاهلي. النادي الاهلي عمل اسم للبلد مش ده حقيقه والناس تزعل من الكلام ده. الاهلي فوق الجميع مش فوق مصر. الاهلي مؤسسه كبيره جدا زي مؤسسات كتير بالظبط. الاهلي 1907 الاهلي نشاته قبل نجوم كتير يعني الاهلي عمل صالح سليم عمل الخطيب عمل طاهر ابو زيد عمل شادي محمد عمل ابو تريكه ما حدش عمل النادي الاهلي. الناس دي طلعت على اسم النادي الاهلي زي الناس اللي يقول لك احنا النادي الاهلي تشجيع النادي الاهلي. لا روح انت شجع. في ناس لما اتكلم معاها بيقول لك كده لا قول له انت كنت بتاخد فلوس ولا انا بحب انا اقول له لا هقول له جمله حاجه ثانيه حاجات صعبه في زمن غريب الواحد بيسمع يا كابتن. طب ما احنا بنحب الاهلي مع بعض. لا انا قلتها مره الكابتن ثابت كان في مشكله وكده قلت له انت يمكن حضرت الموضوع ده فقلت له احنا بنحب عشان كان كابتن رضا وكده وبتاع وقال لك ما يخشش وحصل مشكله في المدرج الناس كلها زعلت. الكابتن ثابت كان قوي عم حسني الحمد لله. لا لو احنا واقول لك على حاجه تعلمنا القوه في النادي الاهلي يعني الكابتن ثابت الله يرحمه الله يرحمه. انا يعني عارف لما تحب حد لدرجه العشق هو الراجل شفته يا جماعه واحد الدكاتره كلها نصحوه انا شفته قدام حصل حاجات الاخيره واحد نفسه على نفسه حلقات للذكريات يحكي مواقف يتعلم منها الشباب الله يرحمه. طلعت الراجل الدكاتره منعوه قاعد في اخر لحظه ضيف عمره بالبطانيه محدش يفكر في كوره ولا في حياه ولكن الراجل كان في اخر لحظه ادى النادي الاهلي. فرغم كده احنا قوتنا زي ما قلنا كده ايه في النادي الاهلي ما تعلناش على النادي الاهلي. فلما يجي يقول لك انا النادي الاهلي وانا بعمل اقول له لا روح انت خد الكيان بتاعك دوت واعمل النادي وهات لعيبه وشجع انت اللعيبه بتاعتك واشوف انت حجمك الطبيعي انت قوتك سواء كمشجع في المدرج بقوه جمهور الاهلي ما بقالكش قوه وما لكش اسم الا لما دخلت وسط جمهور الاهلي. جمهور الاهلي ما كانش محتاج روابط لان جمهور الاهلي متشبع في كل دول العالم وفي كل الدول العربيه. كلاعب كوره كنجم كاداره قوتك بتخدها من النادي الاهلي. زي عندنا مثلا المهندس محمود كابتن حسن كابتن صالح اي حد بيجي النادي الاهلي احنا بنشجع النادي الاهلي ما بنشجعش اشخاص ولكن مصلحه النادي الاهلي لما تستوجب فتره من الفترات ان انا ساند اداره. انا بقول لك كان انا اديت مثل والناس كلها تعلم الكلام ده ان احنا كنت انا مختلف مثلا في فتره من الفترات مع ادارات سابقه في النادي الاهلي ورغم كده كنت اروح المدرج النادي الاهلي هم كانوا يقولوا لك كده وده الاصول وهم نفسهم كانوا يقولوا كده كانوا يقول لك ايه طبعا وهم واحنا اتربينا على كده. هم قال لك دلوقتي مش وقت كلام في اي حاجه دلوقتي الكلام في النادي الاهلي. انا مش عايز اقطعك بس عشان شهاده حق للتاريخ وكل الكلام ده قريب جدا عايزكم تبقوا تتابعوا الحلقات دي عشان جماهير النادي الاهلي تعرف كل حاجه. في يوم من الايام اتعمل روابط
بينظروا علينا دلوقتي، انتوا عارفين بيعملوا كانوا بيعملوا ايه؟ اديكم حاجه بسيطه وانتوا عارفين اكيد من غير ما ادخل في تفاصيل، كانوا عايزين يقعدوا يناقشوا مجالس الادارات في القرارات، وفي الاخر تلاقي اعلاميين يقول لك فاكرين دول الوحوش اللي كانوا بيقفوا ويسافروا ورا. تخيلوا يا جماعه بيزيفوا عقول الناس، بيزيفوا حقائق واتمنعوا من دخول النادي، والله دي الحقيقه. عايزين يقعدوا على كرسي مجلس اداره النادي الاهلي ويقول لك انا رابطه، وبعد كده ابتدت بقى ايه حاجه ورا حاجه ورا حاجه، الطلبات ابتدت تزيد. انا مشجع طموح مع عم حسني اهو، هقول الراجل تاني حلقه معايا، هقول حاجه شهاده امام الله. تخيلوا الراجل اللي قدامكم ده عم حسني، انا عاصرت الشباب، لكن اللي انا بقوله لعم حسني ده انا شفته قدام عيني، بيجيب في يوم من الايام هديه للكابتن عبد السيد عبد الحفيظ في عيد ميلاده، ولا مش عارف لعماد متعب في عيد ميلاده، مش عارف لمين، مع كل الاجيال القديمه. ف يا جماعه ده كان بيرمي، انا شفته مره كان عندي انذارين وقعد في المدرج، انا ما اعرفش بقى، انا عيب اللي انا اقول الكلام ده. الراجل من فرحته رمى كل حاجه في الفلوس اللي بجيبه في نهائي بطوله للنادي الاهلي، ماتش الكاس اعترف وزيد برضه. انا شفتك. فانت بص الناس اللي بتحب الاهلي بدون استفاده وبدون ده على راسي من فوق، وتيجي ودي قناتك وتيجي تقعد مكاني مذيع كمان. فوق دماغنا كله. هو ده انا فاهم كلامك. انا فاهم والله، فبوضح للناس اللي انا مش بنكذب عليكم. لا احنا عايزين نقول للناس بس ان احنا دوري، انا دوري كمشجع، انا فخر ليا ان انا اكون مشجع النادي الاهلي. كنت اتمنى ان انا اعيده، وما فيش امكانيات انك تبقى عيد، ولكن مجرد ان انا مشجع للنادي الاهلي ده فخر لينا ان احنا بمشجعين النادي الاهلي. دورنا ان احنا من اول التذكره ندفع حقها قيمتها، ده نوع من انواع التشجيع. المدرج نقع في 90 دقيقه، حتى لو الاهلي خسر ماتش، حتى لو خسر بطوله، انا يكفيني فخرا ان هم ادوا اللي عليهم. انا خارج من البطوله العربيه وظلم تحكيمي، كسبان دوري، كسبان كاس، كسبان الزمالك رايح جاي، بطوله بدون هزيمه. في سنين كتيره ما كناش كنا بنخسر، وفي شغل اداري اخطا، يعني في اخطاء اداريه كتيره، ورغم كده كانت الناس تقول لك النادي هياخد كل حاجه، انتوا لازم تقفوا جنب النادي، واحنا من غير اي حاجه كنا بنقف جنب النادي. صح. احنا في مره كنا خسرانين من الزمالك وهنقابل الاسماعيلي عندنا في التتش، وجينا الملعب مالينا التتش وشجعنا لغايه اخر لحظه في المهم انت في الماتش الجاي تشغل اللعيبه، مش تعمل تابلوهات رأس كتير او تابلوهات الهداف اللي فيه تشجيع. انا في دماغي انا او انا اتربيت على كده وبحب حابب الناس كده، ان انا اشغل اللعيب اعيشه الماتش، لازم افوقه معايا في 90 دقيقه، ما خلوش يهمل، لان انت كلاعب النادي الاهلي احسن لعيب في افريقيا واحسن نادي في افريقيا، فلازم تكون على قد مسؤوليه، ولازم تفتكر ال 72 الشباب، ولازم تفتكر جمهور الاهلي اللي بيموت كل لحظه وكل دقيقه عشانك وبيحبك اكتر من نفسه، فهتبقى اكبر حافز ليك. فالنهارده انا بشجع النادي الاهلي 90 دقيقه، لازم اقول له الاغنيه اللي هو ممكن ايه اصحصحه ينزل يدوس في الملعب. احنا في مره كنا بنلعب ماتش الاسماعيلي واللعيبه تايهه والجمهور متضايق، كابتن صالح الله يرحمه، وانا قاعد في مكان ما ينفعش تشجيع فيه، في مدرج 8 كده بعيد عن اللي ما كانش لسه في رواب. كابتن صالح ماتش بعد وفاه كابتن صالح. طب اقول لهم ايه دول ومعايا ناس بقى اصحابي كده وفي البيت ومش ما ينفعش ان اشجع قصادهم اوريهم الجنان اللي بيحصل في الملعب؟ رحت قايم الاهلي بقى غلبني. قلت له رحت منادي ورا الجون، قلت صالح بيناديكو العاب الله يخليكوا. فانا قلت الاغنيه اللي هتخاطب عقل المشاعر اللعيبه، وبعدين انت لما تقوم الملعب ولع الدنيا اللي وراك كلها، الملعب لف الهتاف لانه طالع من القلب. صالح فعلا نفسه لو موجود مش هيقبل ان الاهلي يتخاذل او يتكاسل حزنا عليه. فالحاله الكونتاكت حصل بينا وبين اللعيبه بقى في تتشنه، عملنا احلى ماتش في اداء. انت صح. بتدي اللعيبه حافز، لازم تتعايش معاهم ولازم تصبر عليهم وتشتم اللعيب. هو ده جمهور النادي الاهلي. هروح العصام بس استاذنك، معانا مكالمه مهمه جدا، يبقى موجود معانا. معانا سمير مشجع برضو قديم من مشجعين النادي الاهلي، بيسافر وراه في كل مكان وبيدعم النادي الاهلي بكل قوه. برحب بيك يا سمير. سمير نحاول كده معاه تاني، نجيبه تاني. عصام مباراة مهمة، محتاجين تشجيع من أول دقيقة لآخر دقيقة، وهاخد من آخر كلام عم حسني قاله، قال لك مفيش حاجة اسمها أغلط في لعيب ولا جهاز فني ولا لا، أنا راح أشجع من أول دقيقة لآخر دقيقة. بص يا كابتن شادي، جمهور النادي الأهلي جمهور واعي وجمهور فاهم، ومحدش يزيد على الكلام ده. تمام. الجمهور اللي رايح هو لاعب هيلعب في الملعب، الجمهور عارف يعني جمهور النادي الاهلي الماتش الجاي ده انت اللعيب رقم واحد. تمام. الفرقه نازله، تمام، الفرقه جاهزه، عملت ماتش واتنين
جهزت الماتش الترجي تمام، مجرد نزول النادي الاهلي الملعب هتافات الجماهير. يعني انا افتكر ايام طبعا ما كنا بنخش مدرجات قبل اللي بيحصل دلوقتي ده تمام، وانا بشجع في المدرج انا من جوايا كنت يعني بتنفض من جوايا من التشجيع. انا بشجع النادي اللي انا بحبه تمام، متعه هي كانت بالنسبه لي متعه، واهم متعه بالنسبه لي انا فوز النادي الاهلي بالنسبه لي كان حياه. ده بالنسبه لي فوز النادي الاهلي ده بالنسبه لي حياه. استاذنك ارجع لنا سمير، واحد من قيادات الجماهير مشجع قديم في النادي الاهلي. سمير برحب بيك. ازيك يا كابتن عامل ايه؟ ازيك يا سمير عامل ايه؟ ازيك يا كابتن شادي؟ الحمد لله يا كابتن شادي الحمد لله. هتروح تشجع ولا يا سمير؟ طبعا يا كابتن النادي الاهلي يعني فوق الجميع، بس قبل ما اتكلم في اي حاجه انا عايز بس ادي الراجل اللي جنب اللي عندك ده حقه. مين؟ عم حسن دوت. مش مشجع عادي يعني زي الناس فاكره. عم حسن ده صالح سليم المدرجات. يعني زي ما صالح زي ما كان في كابتن صالح سليم قدوه لعيبه الكوره، فعم حسن ده قدوه لاي مشجع اهلاوي في مصر. يعني الراجل ده علمنا ازاي نحب الاهلي، ازاي ما نبصش يعني لعيب معين بنحبه. يعني انا ممكن احب لعيب بس اللعيب ده مثلا يعني كيان اهم من اي لعيب. عم حسن اللي علمنا الكلام ده. يعني بساعات يعني بيبقى بيحب ناس معينه، بس اول ما يخش المدرج بيشجع اللعيبه كلها زي بعض والنادي الاهلي كله زي بعض. هتكلم في نقطه ثانيه بقى بخصوص ماتش الترجي. الناس بتقول الاهلي خايف، الاهلي عمره ما بيخاف من حد الحمد لله، الناس كلها بتخاف مننا ومفيش فرقه في افريقيا كلها احنا بنعمل لها حساب خالص خالص خالص. ولعيبه الاهلي طول عمرها رجاله، طول عمرها رجاله. حتى لو في لعيب مستواه وحش الرجوله بتاعته هو ده لعيب النادي الاهلي، وكل صفقات الاهلي بتقول كده. يعني صفقه هشام محمد دي وصفقه احمد الشيخ وصفقه طبعا قبل كده احمد فتحي ووليد سليمان، احنا بنجيب اللعيبه الرجاله. يعني النادي الاهلي بيجيب اللعيبه الرجاله. يعني ما بيجيبش حتى يعني اللعيب بيلعب بتحس بيلعب بروحه. يعني احمد فتحي ده كابتن يعني بنحس ان هو فعلا متربي في النادي الاهلي، متربي في النادي الاهلي. طيب سمير عايزه رساله للكابتن حسام والجماهير اللي هتحضر، والمفروض انتوا سنين طويله في المدرج في مباراه مهمه زي دي، رساله للجماهير الاول هتقول لهم ايه؟ بص يا كابتن، احنا جمهور الاهلي مش محتاج رساله. جمهور الاهلي يا كابتن في الازمات اللي هي موجود قبل الافراح، والكابتن حسام البدري عارف الجمهور الاهلي معاه وفي ظهره والنادي الاهلي كله. وعايز بس اقول رساله للناس اللي بتتكلم على مجلس اداره. مجلس اداره النادي الاهلي خد جميع الانجازات، فاضل له بس بطوله افريقيا للكوره خدناها، يبقى محمود طاهر ده فوق دماغنا، واي واحد لبس فانه النادي الاهلي واي واحد خدم النادي الاهلي فوق دماغنا كاهلاويه. واحنا مع مصلحه النادي الاهلي ايا كان مين اللي ماسك مجلس اداره الاهلي ايا كان مين. الراجل دوت انا مش هترشح يعني رئيس النادي عشان اشكر فيه والكلام ده او ابعده معاه في القايمه. الراجل ده راجل محترم بيحب النادي وعمل للنادي كتير، ولحد دلوقتي ما خدش حقه، والله ما خد حقه. الراجل ده اتظلم جامد. خليني ابص يعني هقول لك على حاجه، عشان احنا في عندنا مباراه مهمه والبعض بيتصيد الاخطاء وبيزايد علينا، واحنا بنتكلم على مباراه مهمه وده الاهم، متفقين معايا في اللي احنا بنقوله طبعا. عشان هيحصل مزايدات على كلامك ولو احنا على اي تعليق مننا كمان. مزايدات ليه؟ اصل انا مش هترشح يا كابتن، انا راجل مشجع حتى اقعده في لا ترشح مش هنختارك يا سامي. بس هو في حاجه يا كابتن، في حاجه بتكلم فيها سامي يعني كويسه جدا. يعني انا النهارده انا ماشي عشان شايف حاجه في مصلحه النادي الاهلي وقفت جنبها. اقلق انا اقلق امتى؟ اقلق لما اكون مثلا في مصلحه بجد، انما انا راجل بحب النادي الاهلي، ما حدش هيجبرني يوجهني واروح فين واجي منين. زي ما انتوا كنتوا بتقولوا لي زمان اقف جنب النادي الاهلي وما تتكلمش في حاجه الا بعد الانتخابات، انتوا اعملوا كده دلوقتي. لما انت بره اعمل كده دلوقتي، ما يبقاش في وقت معين تمشي نفتح الشباك ولا نقفله، تمشي اللي على مزاجك. لا احنا دلوقتي النادي الاهلي تركيزنا كله ماتش الترجي، وبعد ماتش الترجي هاجم بقى تقول لي مصلحه مش مصلحه. انا بدل عارف نفسي ما فيش مصلحه، بحب الاهلي ومش انت اللي هتقيمني بعد ده كله، ومش انت اللي هتخش جوه قلبي، مش هتعلمني حب النادي الاهلي زي ما بيقول. مش هبقى بشويه الهجوم وشويه الضحك على الدقون او التشويه الناس ودوت زماننا واخد بالك اللي احنا ماشيين فيه. اقصد لا هو ده مقصود، ده هو بيهاجمك عشان يخوفك عشان يرجعك عشان ما تخليكش تساند الصح عشان يجيب اللي هو عايزه. عم حسني سمير معانا
عايز اقول حاجه في الاخر. طيب قول حاجه يا كابتن. جمهور الاهلي الحقيقي او جمهور الاهلي بتاع المظاهره مش عارف يجيب تذاكر. فلازم مجلس اداره الاهلي يلم الناس دي حواليه. الناس دي بتحب النادي، مش عايزه اي حاجه من النادي. احنا عاوزين بس تذكره ندفع حقها ونخش نشجع النادي. احنا عندنا مشكله دلوقتي في النادي الاهلي. كويس اللي انت قلت ادفع حقها دي، انت بتعلم علينا على الهوا يعني. عم سمير هنجيب لك تذاكر يا عم سمير. لا مش انا مش ليا ولا انا ممكن بروح بس الناس دي الاهلي بيموت صراحه. فعلا عاوز اروح فين للنادي الاهلي. طيب ساعدونا ان احنا نساعد النادي الاهلي. طيب بص هقول لك على حاجه، هحاول نعمل اتصال كده بعد الهوا ان شاء الله. وفريق العمل بس يا جماعه حاولوا تاخدوا الرقم بتاع سمير، وان شاء الله بحاول اتواصل معاك نتصرف في اي حاجه للجماهير المحترمه اللي بتعشق النادي الاهلي. ربنا يخليك يا كابتن. انا بشكرك يا سمير شكرا جزيلا، كلام مهم جدا. بس انا منع نفسي من الكلام ولا حتى ضيوفي في كلام في اي اطراف، اي في اهلي في ماتش، ده الاهم اللي احنا بنتكلم فيه. كنت عايز تقول حاجه؟ بص يا كابتن طيب، بس على الكلام، النادي الاهلي فوق الجميع. تمام، الاهلي فوق الجميع، فوق ولاده، فوق جمهوره، تمام، فوق اي شخص ايا يعني كان الشخص ده هو مين. صح. مساحه النادي الاهلي في كل شيء، احنا بنساند النادي الاهلي. كان بيكلمني مع محسن مشوع عن كلام مهم جدا، في البعض ما تتكلمش اضغط. حصل معانا امبارح كده قبل ما نطلع الهوا بنفس اللهجه دي من غير ما ادخل في تفاصيل، ما بنقول الاهلي انت كجمهور وصارحني لو شايف حاجه غلط قول لي عشان نتناقش مع بعض. انا بقول لك الاهلي وعنده ماتش، سيب المدرب يحط تشكيله وسيب المدير اللعيبه تركز الاسلوب اللي هيلعبوا بيه ايا كان، نسانده وندعمه ونروح المدرج كلنا هنروح، وانا رايح واهلاويه ولاعيبه من النادي الاهلي كله هيروح ونشجع النادي الاهلي. ده في حاجه بس انا بسالك انت النهارده، انا مذيع بسالك على حاجه في انا قيمني انا على الهوا، انا بقول لك كده وانت بتتفرج عليا اهو وانت قدامي على ده فيها غلط؟ ايه الغلط فيها طيب؟ لا طبعا، بس هي الفكره مش في كده. الفكره ساعات كتير احنا في المجتمع اللي احنا بقينا فيه دوت، بما ان يعني كاتب شويه حبه حاجات احلمنتيشي كده، احنا في مجتمع كده ما يعلم بالله ربنا، بقينا نتصيد الاخطاء لبعضين. لو واحد ماشي حلو ماشي عدل يعني فدلوقتي لا اصل هو كان نيته كذا، اصل هو منتفع بكذا، اصل هو ماشي الطريق ده مش عشان خاطر هو ماشي عدل، ده ماشي الطريق ده عشان خاطر اخره في مصلحه ليه. طب ما نخلي كل واحد يعمل وفي ربنا شاهد وعالم بكل حاجه. برافو عليك. دي نقطه مهمه جدا. تاني نقطه بقى يعني